وقت الجميع، تحياتنا لكل الأصدقاء اللي هن معنا على الـ FM على الـ 98.5 واللي عم يسمعونا من الداخل السوري من عزاز وضواحية على الـ 102.9. تحياتنا أيضا لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا عبر البث المباشر على صفحة راديو روزانا الرسمية عبر فيسبوك. بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية ب 19 أيلول من العام الماضي، بيموت ما يقارب 800 ألف شخص نتيجة الانتحار كل عام، ويقابل كل حالة موت أكثر من 20 محاولة انتحار. حسب التقرير الأخير، ويورد حقيقة أن الانتحار يؤدي إلى وفاة أعداد من الناس أكثر من ضحايا الحرب وجرائم القتل مجتمعة. كما أن الانتحار يمثل السبب الرئيسي الثاني للوفاة بعد حوادث الطرق. بحسب منظمة الصحة العالمية، بتقول ما زال العالم يشهد حالة انتحار واحدة كل 40 ثانية. وللأسف كمان الموروث الشعبي مليان كتير تفاصيل، وهو كتير من المقولات اللي هي بشكل أو بآخر بتتأصل فينا. كتير من هاي المواريث الشعبية والأقوال الشعبية نحن منكون متأصلة فينا. اليوم رح نحكي عن العنف ضد النساء، لوين ممكن يودي، شو هي الإجراءات القانونية اللي من الممكن أنه فيها أنه نحن نحمي النساء، كيف ندعم بعض مجتمعيا. تفاصيل كتيرة رح نحكي فيها، ابقوا معنا. أكيد ناطرين مشاركاتكم أصدقائنا على الأرقام 090-350-52-38 وعلى 0850-4-47-65 وعبر سكايب rosana.gzt. اسمحوا لنا مع بعض نبدأ حوارنا ونسلط الضوء على الشق القانوني فيما يخص موضوع العنف ضد النساء والنتائج اللي ممكن يقول لها، مع المحامي بسام فوال. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ بسام. أهلا فيكم، الله يسلمكم يا رب. يسعد أوقاتك أستاذ بسام. يعني اليوم في نحن بحسب الثقافة المجتمعية أو بحسب الأقوال المجتمعية اللي كتير هي بتكون متداولة، وبنفس الوقت إلى حد ما هي من الممكن أنه تكون متأصلة بداخلنا. في كتير أمثال بنسمع مثل يا داخل بين البصلة وقشرتها، ما بنوبك غير ريحتها، هم البنات للممات، كتير كتير هاي الأمثال موجودة فعليا. بشكل أو بآخر هي من الممكن أنه تطبق في حياتنا. مع الأسف مؤخرا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة السيدة ميساء، وهي مدرسة اللي للأسف خسرت حياتها نتيجة الضغوطات والعنف اللي كانت عم تتعرض له من قبل زوجها، وبنفس الوقت نتيجة الضغط اللي كمان تعرضت له من قبل الأهل. اليوم يعني أين مسؤولية المجتمع تجاه العنف اللي تم ممارسته اتجاه السيدة ميساء؟ هلا بالنسبة للسيدة ميساء، الشيء اللي صار عبارة عن ضغط بسبب الثورة اللي صارت، بسبب الأمور اللي عم تصير، فهي صارت عليها ضغط في الحياة من الناحية الاجتماعية، ضغط الزوج، ضغط الأهل، هذا السبب اللي دفعها للانتقام. يعني ضغط الزوج هو كان خلينا نقول عامل أساسي تماما. فهل يعني هون هل من الممكن نقول مع الأسف بعد ما هي خسرت حياتها وبعد ما توفت وانتحرت صارت تطلع التصريحات وصارت صار المقربين يحكوا بالموضوع وعن الشيء اللي كانوا عم يشوفوه وبيعرفوه عن ميساء، اليوم هل بيقدر أنه ينصب المجتمع نفسه كجهة ادعاء كحق عام تجاه هذا النوع من القضايا؟ هلا من الناحيه القانونيه ما بيحق للمجتمع مباشره ينصب نفسه، لكن الثغره القانونيه ممكن يعتمدوا عليها اي شخص من اقارب السيده ميساء قدم شكوى
بموضوع الانتحار على الزوج. فهون بهي الحالة بيصير في حق خاص حق على العام، عن طريق النيابة العامة، النيابة العامة بتتابع هذا الموضوع، بتحرك الدعوة بحق زوجها. يعني فينا نقول إنه ما حدا بيقدر اليوم يقوم بدعوى تجاه هذا الموضوع سوى ذوي ميساء. تماما تماما، لانه ما في شيء يثبت انه سبب الانتحار هو كان زوجها، ولو كان ضج الراي العام العالمي بهذا الموضوع. حتى ولو كان في حملة مناصرة حشد تجاه هذا الموضوع بشكل كتير كبير، ما من الممكن بما أنه القصة تحولت لقضية رأي عام يكون في أي وسيلة قانونية ل يعني يكون في رفع دعوة تجاه الموضوع. هلا في حال النيابه العامه من تلقاء نفسها حركت الموضوع فبيحق لها هذا الشيء، لكن احنا عم نحكي انه في حال النيابه ما حركت، كيف نلزمها تحرك الادعاء العام؟ عن طريق اي احد من افراد عائله ميساء بيقدم شكوى بعد ما نتابع النيابه العامه الموضوع. يعني شو المقصود هون بحال النيابة العامة هي حركة الموضوع؟ يعني النيابه العامه هي المقصود فيها الحق العام او فيعني الدافع المجتمعي. فالدافع المجتمعي اليوم، يعني إذا مجموعة من النساء أو مجموعة من السيدات والرجال حبوا ياخذوا هاي الخطوة أو يدعموا قضية ميساء لحماية النساء الأخريات اللي عم يتعرضوا للعنف مثل ميساء، غير قادرين على تحريك هذا الموضوع إلا بوجود دعوة من زاوية. تماما. اليوم كمان بالمقابل القانون هل يحاسب أهل ميساء اليوم على سكوتهم بعد ما تعرضت يعني لهذا النوع من العنف؟ للاسف القانون ما بيحاسبنا على سكوتهم، لانه هن عمليا ممكن يقولوا لك احنا ما عندنا علم شو عم يصير فيها، هي كانت عم تخبي علينا، هي كانت مع زوجها عايشه حياه كثير رائعه، نحن ما بنعرف، تفاجئنا بهذا الشيء اللي صار، وهم بهي الحاله بيشلوا المسؤوليه القانونيه عن حالهم. يعني بناء على هذا الكلام خلينا أستاذ بسام نسمع مع بعض تصريح للي قدرت يوصل له فريق انتقادها من أحد الأشخاص المقربين لميساء، عم تحكي عن اللي كان عم يصير معه، ونشوف ما مدى اطلاع الأهل، وهل بناء على هاي التسجيلات من الممكن أنه نحن أو من الممكن حدا يحمل المسؤولية لذوي ميساء. خلينا نسمع مع بعض. كانت تجي على الدوام، يعني قاتلة قتلة، ودائما بتجي عم تبكي، وشخصيتها لدرجة إنه شخصيتها كتير، يعني شخصيتها ضعيفة، ما عاد تقدر تدافع عن نفسها، تقول بس ولادي، بدي ولادي، بدي أتحمل كرمال ولادي. يعني ولادها كانوا نقطة ضعفها، كانت تتحمل كل شيء مشانهم. ولو تشوفيهم بالمدرسة كيف هيك ماسكينا، والله العظيم ماسكينا من المانتو هيك، وين ما بتروح ملاحقينا، وحتى المدرسة كلها بتقدر ظرفها، بيعرفوا إنه في خلاف بينها وبين زوجها، دائما دائما بيضربها وبيعنفها، دائما يعني شايلة هموم البيت كله، هو إنسان مستهتر، إنسان سليط، هو قبل ما تتوفى دائما عم يضربها، دائما عم يقلعها برا البيت، بيقول لها بدي اتزوج وحده، بتقول له طيب انا يعني ما عم توصلني على شغلي، بدي اترك وظيفتي واقعد بالبيت، ايه بيقول لها بدي اتزوج وحده موظفه وجيب قاعدها بالبيت وانت بتخدمينها مثل الكلبه. الناس بتيجي بتقول لك لا انتحرت وحرام، ما لنا مختلفين حرام، بس انتوا عشتوا الضغط اللي هي كانت عايشته، ما حدا بيحس بالوجع الا صاحبه. انا كنت شوفها دائما، يعني وقت تجي على المدرسه بتكون قاتله قتله بتحكي لنا، يعني ونوقف جنبها ونطبطب عليها، ما بيطلع بايدنا اكثر من هيك، نحن بمجتمع ما بيرحم، يعني لدرجه انه زوجها بيراقب حالاتي انا، بيقول لها هي قويه ممنوع ترافقيها، يعني على قد ما هو حقير وتافه بده انه ما تتعلم ولا كلمه من برا تقدر تدافع فيها عن حالها، بده اياها ما ترافق مثلا نساء شخصيتهم قويه بحيث انه ما تتعلم منهم انه كيف تدافع عن حالها. ميساء كانت تجي من مخيمات قطمه على قطمه مشي، لانه ما بيوصلها هيك، اجى على باله ما يوصلها، اسبوع كامل قبل ما تنتحر بتجي مشي، ومسافه كثير بعيده، وممنوع تطلع مع حدا، مانعه تطلع مع حدا، بتفيق بكير كثير، بتفيق من 5 الصبح لانه في مسافه كثير طويله لازم تقطعها مشي، تجي بكيانة على المدرسة. أكيد الإنسان ما بيوصل لهيك مرحلة إلا بيكون يعني
وصل لشيء من العنف لا يطاق، شيء من الضغط لا يطاق، ولا يعني شيء ما بيقدر يعني الإنسان يتحمله. ما كنا متوقع كلياتنا انه هي مثلا تنتحر، لانه هي انسانه مؤمنه، انسانه تقيه، انسانه بتخاف الله، انسانه صادقه، حنونه كثير وطيبه، المدرسه كلها بتحبها، حتى الاطفال الصغار بيحبوها. ما حدا كان متوقع، كانت صدمه كبيره لنا كلياتنا، يعني حتى الناس كلها صارت تبكي عليها، لانه ما حدا كان متوقع انه ممكن تتجرأ تعمل هيك. قد ما كنا نشوفها متعلقة بأولادها وكتير حنونة على أولادها، راحت على أهلها أخذت سم وشربت، يعني ما لقيت حدا يدافع عنها، ما لقيت حدا يرجع لأولادها. حتى أختها بتتصل عليه بتقول له ميساء بتموت، لك رد علي بدنا دواء بدنا كذا، بيفصل لها ما بيرد عليها، وبيشوف الكلام اللي عم تكتبه وما بيرد عليها. بس ما توقعوا إنه أهلها رح تموت، يعني ما توقعوا. طبعا كانوا يسكتوا بسبب العادات والتقاليد الزفت اللي عنا، بيسكتوا لأنه ابن عمها حافظين بس يعني مشان صلة القرابة، رغم انهم انا اليوم كنت عندهم بالعزاء وحكيتهم، قلت لهم انتم في لكم يد بموتها، يعني انتم كنتوا سبب بموتها، لانه ما حدا وقف معها. ميساء لو وقفتوا معها ما كان صار معها هيك، ما وصلت لهي المرحلة هيك، يعني انه تقتل حالها الا بعد ما يمكن شافت انه خلص سدت الدنيا بوجهها. اكيد طبعا ما حضر العزاء، ولا خلى اولادها يودعوها، ولا هو فات ودعها بعد ما توفت، اخذ اولاده وراح. باحد المواقف كانت عم هيك تفتل حوالي اولادها وتشتري لهم وكذا وتطعميهم، فاجيت انا هيك صفناني فيها وعم طلع عليها، قامت ضحكت قالت لي بعرف رح تقولي انه ميساء كل نهار اولادها 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 اولادها، ما بتعطي لحالها اي اهتمام، وانا دائما كنت هيك طلع فكره. فكانت تقول لي بس مو بايدي اولادي اولادي، روحي هذول مو بايدي، في كثير حنوني كثير، يعني حتى بجلسات الدعم النفسي لما اي طفل كان يحكي لنا قصه مؤلمه كانت تبكي معه. مع الأسف هذا اللي حصل، وللأسف أنه ميساء خسرت حياتها تحت هاي الضغوطات. اليوم أستاذ بسام، مع كل هاي التصريحات، بناء على تصريح إحدى الصديقات المقربة من ميساء واللي هي يعني شاركتنا هذا التسجيل، وطبعا بناء على طلبة تم تعديل الصوت حتى لضرورات بتخصها، اليوم مع هاي التصريحات هل من الممكن محاسبة الأهل على هذا التقصير أو على العنف اللي كانت عم تتعرض له اللي وصل ميساء لهي المرحلة؟ نحكي عن حالة خاصة اللي هي حالة ميساء، حسب التصريحات والإفادة اللي أخت حكتها، في كتير ثغرات قانونية بالأمر. يعني أول موضوع ممكن ما يكون هو انتحار، ممكن يكون هو في قتل، خاصة إن هي عم تقول إن هي راحت لبيت أهلها وشربت سم هني. هي أول نقطة. النقطة الثانية، صار في اتصال من قبل أهلها لزوجها إنه هي عم تموت تعال ساعدنا، ما وافق. النقطة الثالثة، هي كانت عم تتعرض للعنف بشكل سابق وفي آثار كدمات على جسمها، فهذا الشيء كله إذا ممكن نلجأ للطوابير الشرعية بحيث تتشرح الجثة ويتم التحقيق الجنائي بهذا الأمر. طبعا يلاحق ساعتها في هذه الحالة الأهل، لأنه هن كانوا جزء من عملية الانتحار إذا سميناها انتحار، أو جزء من القتل في حال تم اكتشاف أنه بالفعل هي عملية قتل، ويلاحق الزوج بهذا الأمر طبعا. يعني هل من الممكن أنه يفيد موضوع تواصل أخت ميساء مع الزوج وأخباره بأنه ميساء عم تفقد حياتها أو باللحظات الأخيرة، هل ممكن أن يكون هذا الموضوع دليل لإدانة الزوج وعدم استجابته في إنقاذ حياتها؟ طبعا. ولكن هون انت قلت بهي يعني بهي التفاصيل اذا تم العمل عليها ويعني التركيز عليها، من الممكن يعني رفع دعوه او مقاضاه الاهل والزوج. هل بنرجع للسؤال، هل من الممكن اي حدا في حال تم تجميع هاي البيانات يقوم بمقاضاه الزوج والاهل او لا؟ هي الفكره اللي حكينا عليها، انه ممكن تتقدم من طريق منظمات حقوقيه هذا الامر بشكل افاده او شكوى للنيابه العامه، والنيابه العامه هي بتتابع الموضوع بصفتها صارت حق عام، يعني ما صار في حق الموضوع حق شخصي انما حق عام. معنا كمان سؤال من احد اصدقائنا ابو ايمن عم يسال على البث المباشر، عم يقول استاذ الا ياخذ القاضي بشهاده الشهود لادانه الزوج؟
طبعا لذلك قلت لك بدا شكوى من احد المنظمات الحقوقيه، كون احد الاقارب والاهالي ما حيقدموا الشكوى، فمن الممكن فهون هنن تفضل. بمجرد ادعاء من احد المنظمات الحقوقيه او متابعه الامر من احد المنظمات الحقوقيه اعطى الحق للنيابه العامه بمتابعه الموضوع، فالنيابه العامه بتتابع الموضوع اجباري تاخذ بالشهود. كمان يعني اليوم صديقة ميساء اللي عم تصرح بأثناء التصريح ذكرت أنه هي ميساء كانت تتردد على المدرسة وهي بتحمل كدمات على وجهها وكانوا هن تمام بيعرفوا بتعرضها للعنف، هل اليوم هي كمان كشخص من غير ذوية بيتعرض للمساءلة القانونية عن عدم الإبلاغ؟ لا، بالنسبة لهذا الأمر أكيد لا. يعني ما بتتحمل هي أي مسؤولية طبعا قانونية. ما عليها أي مسؤولية قانونية. ضمن يعني تعدد السلطات التنفيذية اليوم اللي موجودة على الأرض في سوريا، كيف بيمكن للنساء اللواتي يتعرضن للعنف حماية أنفسهن؟ الفكرة يعني بالنسبة لسوريا هو وضع خاص، يعني لا في دولة ولا في أي سلطة قانونية قائمة بحد ذاتها، وخاصة على المناطق المحررة، ف يعني ما لهم غير يلجأوا للمجلس القضاء الأعلى في حال وجوده، أو للشرطة في حال وجودها بالمناطق المحررة، وإذا كانت عم تمارس حقها بشكل صحيح أو لا. اسمح لي مع بعض أستاذ بسام نروح لفاصل صغير ونرجع لنكفي بحوارنا. عم تسمعوا إعلاناتكن على 98.5 اف ام على روزنا. شركة مرجان للشحن والخدمات اللوجستية للشحن البري والجوي والبحري، نقدم خدمات الشحن الكاملة والجزئية والطرود والظروف البريدية من داخل تركيا وإلى جميع أنحاء العالم، مختصون في التخليص الجمركي داخل وخارج تركيا. نتميز بالشحن من الباب إلى الباب في كل من السعودية، دول الخليج وصولا للسودان، كافة المحافظات السورية ولبنان، ألمانيا وكافة الدول الأوروبية. غازي عنتاب، غازي مختار باشا، هاتف 0537-614-9832. مرجان للشحن، خبرتنا في خدمتكم. سليم، أخيرا لقيت مدرسة كتير ممتازة بتدرس 3 لغات، عربي وإنجليزي وتركي، وبتعتمد المنهاج الأمريكي والعربي. أول مدرسة بغازي عنتاب حاصلة على هيئة الاعتماد الدولي آيا. ممتاز، وفيها ملاعب؟ إيه لكن فيها ملاعب مفتوحة وصالات رياضية مغلقة وخطة واضحة للأنشطة البدنية والحركية، وفيها مختبرات علمية كمان. وسمعت إنه عاملين خصم لأول 100 طالب. بقومي خلينا نلحق نسجل لنستفيد من هالعرض. مدارس الإبداع الدولية الخاصة من الطفولة وحتى الثالث الثانوي، تركيا، غازيانتاب جانب إبراهيم مول. للاستفسار 0530-77-77-102. لإعلاناتكم على راديو روزنا الاتصال بالرقم 0555-00-32-888. حياتنا عن جديد لكل الأصدقاء اللي هن معنا على السمع وعبر البث المباشر على صفحة راديو روزنا. أكيد ناطرة كل مشاركاتكم واتصالاتكم لحتى تشاركونا بموضوع حلقتنا لليوم وسؤالنا. في حال أحد معارفك عم يتعرض للعنف، هل بتتدخل؟ هل بتتدخلي وبتساعدوها، أو بتعتبروا أنه ما لكم أي علاقة بالموضوع؟ على الأرقام 0993502538 وعلى 0850447765 وعبر سكايب روزانا دوت جي زد تي. أكيد فيكم تشاركونا لحتى تعطونا رأيكم بالموضوع وكيف فينا نتدخل ونحمي بعض مجتمعيا. أستاذ بسام، قبل الفاصل كنا عم نحكي، نوهت لنقطة أنه من الممكن
أنه تقوم المنظمات المجتمع المدني الحقوقية بالتدخل وأنها هي تحرك الموضوع. شو الآلية؟ اليوم تم دفن ميساء وشوي شوي عم يتم إغلاق الموضوع، ومثل يعني مثل أي قضية انتحار أو قصة انتحار تاخد صداها على السوشيال ميديا كم يوم وبيبقى الجاني بدون أي عقاب وبينتهي الموضوع. اليوم إذا حبت المنظمات أو كان في ضغط لهي المنظمات تاخد خطوة، كيف بيقدروا يتدخلوا بشكل قانوني؟ ميساء هي حاليا بمنطقة لا يوجد فيها أمن ولا أمان ولا أي مظاهر القانون، فأي منظمة حقوقية حتلجأ للقضاء. القضاء الموجود هو قضاء غير محقق للعدالة. والرأي إذا بدنا نشتغل على موضوع الرأي العام العالمي، فهذا الأمر ما حيلقى الصدى ولا حدا حيتفاعل معه، لأنه هي قضية شخص أو قضية فئة معينة من الناس. ولكن يعني ما هل هناك أدوات من الممكن نحن نذكرها لحتى أي حدا عم يسمعنا أو أي حدا من الأصدقاء اللي هو عامل بالمؤسسات أو منظمات القانونية يعرف الخطوات اللي هو فينا يتبعها لحتى يعني ياخدوا خطوات قانونية بهذا الموضوع؟ هلا أنا كنصيحة بحب يعني أو كوجهة نظر بفضل إنه يتبنى الموضوع هي منظمة حقوق المرأة، لأنه هاي المنظمة إلها صدى عالمي. وتتبنى هي الموضوع، تقدم شكوى لأي منظمة حقوقية عالمية، فممكن المنظمة الحقوقية تتساعد معهم وتتابع الموضوع بشكل أقوى. فمن الممكن في يعني هون الاعتماد على مدى صدى أو مدى وصول المنظمة اللي هي عم تشتغل على هذا الموضوع. كمان يعني مو كتير بعيد عن موضوع ميساء قضية عنف أخرى عم يتمارسها بحق طفل ما بيتجاوز عمره 3 سنوات، زوجة أبي، انتشر بأحد الفيديوهات اللي انتشر يعني على مواقع التواصل الاجتماعي مع الأسف، عم يتعرض هذا الطفل لعنف كتير كبير. بالمقابل قبل ما نكفي بهي النقطة معنا اتصال، خلينا نروح للاتصال ونفتح هذا الملف. ألو، صباح الخير. يسعد صباحك يا أبو نديم. تحياتي لضيفك العزيز، الله يكرمك. الله يكرمك. هلا فيك أبو نديم. خبرني اليوم أنت في حال شفت سيدة أو طفل عم يتعرضوا للعنف، هل أنت بتتدخل أو بتقول لا؟ يعني مثل ما بيقولوا المثل الشائع، يا داخل بين البصلة وقشرتها، ما بدي أتدخل. شتقول على الشغلي يعني مو مجاملة ولا شغلي، أنا بتدخل على لانه عاطفتي الانسانيه ما راح تسمح لي انه ما اتدخل، وبسالت مالي عليه لانه بسالت مالي عليه وبعدت عن هالموضوع هذا، شجعت هالشيء هذا يجرى باي بيت وباي حاره وباي بلد على مستوى، يعني بلشت من بيتي وانا طالع الان للبلد اللي عم يصير فيه. يعني اليوم نحن اللي عم يصير بالداخل او هون في عنتاب او في تركيا او بكل لحد الان عم نوجد هالشيء هذا، نفس الامر اللي عم يصير، يعني في عنف كثير يعني صدقيني. والاخ عم يحكي على المنظمات، المفروض نحن نلجا للمنظمات ونحن نعمل يعني تكافؤ بيناتنا، نحن يعني الشعب بيناتنا نلجا لهالشيء هذا، نبعد هالشيء هذا. شلون يعني ابو نديم بشو بتنصح اليوم حتى نحمي بعض؟ لانه هو موضوع جدا مهم، يمكن لو ميساء لقت الدعم المجتمعي من الاصدقاء ومن الاهل ما كانت وصلت لهي المرحله وما كانت خسرت حياتها. أخذتوا لحد الآن نحن بنرجع للعادات والتقاليد، لحد الآن هاللهجة عنا مثلا، والله بخاف من أبوي، بخاف من أمي، بخاف من أختي، بخاف من سمعت العالم خسرت حياة امرأة وحرمت أولادها منها وراحت، يعني الله يرحمها. يعني نحن متابع الموضوع صار لي 10 أيام، يعني من أول ما صارت هالأزمة على هي الله يرحمها، وعم بشوف وبس ما طالب لي شيء، لأنه ليش صايرة داخل؟ يعني لو هوني نحن في كتير هون عن عنف مغطى ما عم نسمع عنه، كمان هون في بلدنا هون يعني الحلقة ما عرفتي علي، في كتير في كتير بيوت تروحي لعند ابن نديم تحكي بتسأليها بتقلك مرت فلان انضربت، ابن نديم ما عم بطلع بيدا شيء لأنه بتخاف لا تحكي على المرأة أو تشتكي، بتخاف لا تطلع على المرأة. صحيح. فمن ما زلنا يعني عم تحكمنا هاي التفاصيل او هاي الموروثات المجتمعيه. انا في موضوع بس اطرحه على
على برنامجكم، وبتمنى انت هيك بحلقه الحلقه القادمه يعني تهتمي لي بهالموضوع. اكيد، شكرا كثير لثقتك فينا ابو نديم، تفضل. الله يكرمك. مشكله الدكاتره السوريين اللي موجودين في انتاب حاليا، بس هيك بدي اطرح الموضوع انه لما بيدعوا امراه او يعني خاصه عن النساء، عن الدكاتره النسائيه، لما بيدعوا امراه على مستوى ما يا هل ترى ليش بعد ما بيخلصوا العمل ما بعودوا بتحملوا مسؤوليتهم بهالامرأة أو بهالمشفى؟ أنا صارت معي حالي وعم بحكي عن عام يعني صار كذا حالي بخلال أسبوع، في 3-4 حالات وما حد عم يحكي عليها. وحالة أم نديم أنا عينتها بمشفى تركي خاص، وعند رحت أراجع المشفى قلت لها الدكتورة الفلانية، قلت لها بدي أحكي مشان أجيب التحليل، قالت لي لا تجيب اسمي قدام المشفى لأنه خاطبوني. رح انص يعني خلينا نحكي بتفصيل اكبر بهذا الموضوع، اكيد رح نسلط الضوء على هذا الموضوع. شكرا لك ابو نديم ولثقتك فينا، وخلينا يعني نحكي بعد الحلقه تحت الهواء مع بعض حتى ننسق اكثر. تحياتي. شكرا لك ابو نديم، تحياتي. بالعودة لموضوعنا أستاذ بسام، يعني مثل ما كنا عم نحكي بأحد الفيديوهات اللي كمان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للطفل اللي هو عم يتعرض للعنف من قبل زوجة أبيه، بالمقابل انتشر أحد الفيديوهات، ومشكور صديقنا أبو أيمن هو كمان شاركنا هذا الفيديو عن أحد الجيران لهذا الطفل اللي هو عم يتصور هو والطفل، الطفل بحضنه عم يبرر موضوع العنف ضد الطفل، وعم يقول انه هن على دي رأي بنوبة مثل ما سموها، يعني بعد ما تم اعتقال زوجة الاب اللي كانت عم تعنف الطفل، قالوا انه هي عم تتعرض لنوبات من اللبس والجن. فللأسف يعني الشخص هذا عم يبرر الموضوع، عم يقول نحن منعرف انه هي كل ما عم تتعرض لهي النوبة فهي عم ترجع تضرب الطفل، عم نرجع مناخدها، وفي الشيخ المسؤول عنا عم يقرأ له، فعم تتراجع يعني بتتحسن حالته وبترجع وقت اللي بيرجع عليها الجن بترجع بتضرب الطفل. هنن على دراية بكل هذا الموضوع، هذا الفعل متكرر على مدار أشهر مع الأسف. حاولوا كتير انه ينخلق تبريرات لهذا الموضوع، تبريرات يمكن ما في شيء بالعالم بيبرر هذا العنف اللي عم يتعرض له الطفل. اليوم هاي الاشخاص او هدول الاشخاص اللي عم يشوفوا هذا الموضوع وعم يبرروا، هل من الممكن نحن اليوم انقاذيهم؟ اليوم نحن عم نحكي عن طفل لم يتجاوز عمره 3 سنوات. تمام، هلا نرجع لموضوع انه هدول الاشخاص ما بنحتاج نقاضيهم بشيء لانه هن ما لهم علاقه بالطرف او ما لهم علاقه جرميه. ممكن نقاضي الطرف اللي عم يضرب الطفل، اللي عم يعنف الطفل، اللي عم يأذي الطفل، طبعا هذا الشخص يلاحق جزائيا 100%. في حال كان في دوله قائمه بحد ذاتها يوجد فيها قانون، مثلا هذا الطفل لو كان موجود مثلا بتركيا او يبدو انه فقدنا الاتصال بالاستاذ بسام. هلا عم تسمعنا؟ تمام. تفضل استاذ بسام. ففي حال كنا مثلا هذا الطفل موجود بتركيا، طبعا الحكومه التركيه بتتابع هذا الموضوع، ممكن اما تفرض على الاب انه هو يحمي، في حال كان الاب غير قادر على حمايه الطفل بتاخذه الحكومه التركيه وهي اللي بتربيه، ويوجد اماكن خاصه لهيك للاطفال ولحمايتهم ولتربيتهم. يعني هون انت عم تحكي، ما بعرف يعني اذا الصوت ما كتير كان واضح بالنسبه لي، عم تحكي عن تركيا صح؟ تمام تماما. ولكن نحن عم نحكي اليوم هذا الطفل هو بسوريا عم يتعرض لهذا النوع من العنف، كيف منقدر نتدخل لنحميه؟ مع الأسف أستاذ بسام ما عم نقدر نسمعك بشكل واضح، رح نحاول نرجع يعني تحت الهواء يعني تكون صوتك بشكل واضح ونرجع نكفي. معنا اتصال لحد ما يكون استاذ بسام معنا جاهز. الو صباح الخير. الو صباح النور، يسعد اوقاتك. مين معنا؟
عبد الحميد. أهلا وسهلا فيك يا عبد الحميد، تفضل عبد الحميد، شو حابب تقول؟ يقتلوا المخروبة دي. ألو عبد الحميد من مصر هو عم يشاركنا. ألو، مع الأسف يبدو أنه فقدنا الاتصال. إذا بتقدر صديقنا ترجع تتصل فينا كمان. معنا اتصال. ألو صباح الخير، يسعد أوقاتك يا عبدو. ألو ألو، مع الأسف يبدو في مشكلة بالاتصال. يا ريت الأصدقاء اللي عم يسمعونا يحاولوا يرجعوا يتصلوا فينا لحتى نرجع نحكي مع بعض. معنا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك يا عبدو. تفضل. أنا بقول شغلة، يعني هلأ إذا كل مرأة بتقدم على الانتحار معناها نص الشعب ممكن ينتحر. يعني اكيد نحن ما عم نحرض هون على الانتحار، بالعكس نحن عم نسعى ونحاول نقول انه نحن لازم نحتوي هدول النساء حتى ما بلحظه ما يعني يكونوا هن تحت الضغوطات او بلحظه لا وعي او باي شعور هن كانوا فيه يخسروا حياتهم. صحيح، بس يعني نحن مستغرب انه يعني كان في فرص كثيره لها اخذت اسوأ حل. المرأة كان أسوأ حل اختارته. مع الأسف عبدو نحن ما بنعرف شو الفرص المتاحة، بس إذا نحن نحكي عن الفرص المتاحة لها أو الشيء اللي نحن بنتوقعه إنه يكون في دعم من الأصدقاء، دعم من الأهل، ما كان هذا الشيء متاح لها. صحيح، بس لكن يعني معقولة من الأصدقاء ومثل ما قالوا لي مثلا إنه ممكن تفترقي، ممكن تلجأ إلى القانون ياخذ لك حق. يعني هل برأيك لو كانت هي متاح لها هذا الحل، وذكرت صديقتها اللي كانت معنا بالتصريح يعني انه هي ما كان عندها هذا الحل، وهي لجأت لأهلها كمان ما كان عندها هذا الحل. صحيح، بس ولكن يعني انا برأيي كان المفروض ما تاخذ هذا القرار. يعني الله يرحمها، بس لكن المفروض ما تأخذ هذا القرار، لأن هذا أسوأ قرار أخذته هي بحياتها. كان المفروض تلجأ وتحاول وتكون أقوى من هيك وتأخذ حقه، يعني ممكن تتركه لهالشخص وخلص ينتهي الأمر. يعني أنا بدي أطلب منك عبدو أنك أنت تبقى معنا لآخر حلقتنا، رح تكون معنا الاختصاصية النفسية والاجتماعية لحتى نحكي بتفصيل أكبر عن هذا الموضوع. شو اللي بيخلي النساء اليوم تنتحر؟ نحن عم نحكي وحتى مو النساء اليوم، عم نحكي نحن بحسب الإحصائيات كل 40 ثانية عنا شخص عم ينتحر، مو بس النساء والرجال. فالموضوع كبير جدا، المضاعفات والآثار السلبية لقاله اللي عم توصل الأشخاص لهي المرحلة خطيرة جدا. خليك معنا حتى نعرف فعلا وقت اللي يكون في تصرفات من هدول الأشخاص اللي حوالينا عم يتصرفوا، نعرف انه هدول الأشخاص هنن بخطر وندعمهم لحتى يكونوا بأمان. شكرا كتير لك عبدو لمشاركتك. أستاذ بسام، ما بعرف إذا هلأ صرت تسمعنا وصارت الصوت بالنسبة لك واضح. تمام، واضح. تفضل. كنا عم نحكي عن موضوع الطفل والعنف اللي عم يتعرض له. كنت عم أسأل كيف منقدر نحن اليوم نحاسب الأشخاص الجنات والأشخاص اللي هن كانوا عارفين على بالموضوع وعلى اطلاع وكانوا عم يبرروا الموضوع. شكرا. ما سمعت، لكن الاشخاص اللي عندهم علم بالموضوع وما يتابعوا الموضوع ما قدموا اي شكوى، ما بس تتابعهم باي شيء. يعني مثلا انا موجود ببيتي وجاري مثلا عم يعاقب طفله او هيك، انا ما بقدر اتدخل من الناحيه القانونيه، لما من الناحيه الاخلاقيه ممكن اتدخل واتواصل معه وانصحه. هل العنف تجاه الاطفال ما بيسمح لنا نحن انه نبلغ او نقدم دعوه؟ في موضوع التبليغ ممكن مثل ما حكينا نفس المبدا، نرجع نقدم شكوى بالمحفر او لمنظمه حقوق الطفل او لاي منظمه بتهتم بامور الاطفال او امور العنف ضد الطفل وضد المراه، وهي بتابع الموضوع. اما انا كشخص مثلا عم بسمع الطفل جاري عم ياكل قتلي عم يتعذب، ما بيطلع بايدي يساوي شيء. موضوع تقديم شكوى اكثر من هيك ما بيطلع بايدي.
وكمان بنفس الوقت استاذ بسام التبرير اللي طلع بعد ما تم القاء القبض على زوجة الاب هي التبرير اللي طلع من المحكمة اللي او من الجهة الامنية اللي قبضت عليها انه هي زوجة الاب عم تتعرض لنوبات مس من الجن. هل اليوم القانون يحاسب على هذا الموضوع او لا؟ وكيف ممكن اثبات هذا الموضوع؟ طبعا هذا الامر او هذا التبرير اللي طلع او هاي بنسميها خلينا نسميها انه الاطلاق الصراحه تبعها اللي صار للاخذ هو دليل عدم وعي قانوني من الاشخاص او الشرطه اللي هي اطلقت صراحه، لانه يفترض يتم تحويله لمركز صحي لمعالجته. معنى تلاحق اذا ما تم اثبات انه هي بحاله صحيه طبعا تلاحق جزائيا. في حال تم اثبات انه لا هي الاخت بالفعل عم تتعرض لحاله صحيه وعم تمس يعني مس الجن او في حالات ثانيه طبعا تتحول لمصح وتعالجني. معنا اتصال كمان استاذ بسام. الو صباح الخير. صباح الخير نور، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا هلا. مين معنا؟ عبده. يسعد صباحك. ايه عبد الرحيم. اهلا وسهلا فيك. صباح عليك على الدكتور بس. تفضل. بالنسبة للموضوع يعني انه هاي المرأة اللي انتحرت يعني حسبي الله ونعم الوكيل يعني هي اختارت هذا الخيار، يعني هذا اسوء خيار يعني انا برأيي. يعني هل منلومة يعني انت بتشوف اليوم لازم منلومة؟ هي يعني مثل ما عم تقول انت اسوأ خيار، فهل من الممكن انت يعني نقول انه الشخص عم يتحمل كل هالضغوطات من الممكن هو يكون عنده خيار افضل ويروح لأسوأ خيار؟ هلا نور يعني بدي الومه، انا اكيد بلومه يعني على هذا الشيء اللي سويته، يعني هلا هذا مو انه حل يعني هلا حل يعني هذا انه أثبت حاله مثلا انتحرت، في كان يعني ممكن تلاقي اي حلول مثلا باي طريقه مثلا تغير مثلا هي جزء ما كان قدام اي خيار، بس ولكن في جزئيه ما لها شايفته او مثلا ما لها عرفانه تتصرف. يعني مين كان يعني المسؤول حتى مين كان المسؤول برايك او لازم يوجهها على الخيار اللي كان من مثل ما عم تقول انه بس اهلها ما قدموا للدعم، اهلها كانوا بالمقابل عم يقدموا للعنف. هن بشيلوا هن يعني هلا هن المسؤولين، هلا هي صارت ضحيه يعني هن مسؤولين امام الله، يعني هي يعني جوزة السبب واهلها كمان يعني مشتركين بهي جريمه هي يعني اليوم الله يغفر لها الله هي، بس ولكن كان في قدامها حلول مثلا تترك البيت تطلع تنهزم والله ما بقطع. يعني اليوم اهلها مثلا عم بوجهوها يعني اهلها عم بضربوها مثلا وما خلصوها من هذا الشيء، فكان يعني انا بدي اسالك برايك يعني الهرب هو الحل؟ كان ممكن انه يكون حل. ايه طيب يعني انا بدي ادعيك لحتى ما قدموا لأي شيء. بدي ادعيك كمان عبده لحتى تبقى معنا، لأنه بالجزء الثاني من حلقتنا رح نحكي عن الأشخاص المفقودين والنساء اللي عم تتعرض للخطف، وقد ايه هذا الموضوع كمان بالمقابل هو مانو خيار سهل على النساء لحتى ياخذوه ويكون الـ يعني الهرب هو حل. بس أنا بدي أسألك سؤال أخير عبدو. تفضل. بدي أسألك اليوم لو كان بإيدنا نحن ناخد القرار مجتمعيا نقيم دعوة على الجنات اللي عم يعنفوا النساء، هل كنت بتشارك بهي الدعوة أو لا؟ أكيد 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 أنا مع 100%. يعني اليوم هاي النساء هاي أماني برابطني، يعني اليوم ما أنا ضد العنف يعني ضد النساء أكيد أنا بأيد هذا الشيء، بس هلا مثل إنه هاي أنا عم أقول لك مثلا إنه تهرب هذا مو حل أنا مناسب، أنا عم أقول لك بس اليوم في شيء أحسن من شيء، يعني اليوم أنا أحسن ما أنتحر بروح بهرب واللي كاتبه الله بده يصير. يعني أنا ما بقول لك إنه حل مناسب ورأسا إنه روح تنهزم، جرب كل الطرق شتى الوسائل ما لقيت حل هذاك الوقت أحسن ما تنتحر بتروح. ابقى معنا عبدو، ابقى رح نحكي بهذا التفاصيل، رح نحكي بالشق النفسي وبالشق تحديدا توثيق موضوع الاختفاء او الهرب او اللي ممكن المضاعفات اللي تتعرض لها النساء. شكرا كثير لك عبدو لمشاركتك. شكرا لك. فاصل صغير رح نروح له ونرجع لنكفي. مدارس الابداع الدوليه عالم من المعرفه. الإبداع الدولية عالم من المعرفة بين يدي أبنائكم. 0537-77-72-102.
دائما استاذ بسام حابه اسالك اليوم يعني اهل الطفل من جهه الام هل من الممكن انه هن ينصبوا حالهم كجهه ادعاء من اجل الطفل وكيف من الممكن يتعامل القانون مع هاي الدعوه؟ طبعا اي شخص له علاقه بهذا الطفل بهمه مصلحه الطفل بحق له ينصب حاله مدعي للحفاظ على مصلحه الطفل. طريقه الادعاء بتتم عن طريق شكوى تقدم للنيابه العامه او لاي مخفر قريب على مكان الطفل ويتم اخذ الطفل وعرضه على الطبابه الشرعيه في حال وجود كدمه او في حال وجود اذى نفسي ممكن العرض على طبيب نفسي ويتم متابعه الامر عن طريق النيابه. فمن الممكن العمل عليه. كل الشكر لك استاذ بسام الفوال على مشاركتك معنا وعلى المعلومات القانونيه اللي افدتنا فيها. الله يسعدك اختي، شكرا لكم. الله يسلمك. معنا اتصال، يسعد اوقاتك يا ايمن. يسعد اوقاتك نور، صباحك. صباحك، اهلا وسهلا فيك، تفضل ايمن، شو حابب تقول؟ هلا انا اول شيء بدي استغرب شوي انه في بعض المنتصرين عم بتنكروا العمل، هلا اكيد هو الانتحار اقوى الحلو كان. بس الظروف الظروف يعني نور التراكمات، الشيء اللي حكوا اصدقاء للمتوفي يعني شيء يعني نحن سمعناه وما تحملناه. إذا اليوم الإنسان من أهله أقرب الناس إله ما أنصفوه ما ساعدوه ما أيدوه، يعني اليوم ما حد إذا ما ضلت حدا شو يعمل؟ شو رح تنفعوا الحياة؟ صحيح. فهي فعلا كانت أنا بستغرب كمان إني زوجها مثقف يعني أستاذ مدرسة يعني معقول يطلع منه هيك تصرف؟ يعني أنت اليوم زوجتك مثلا ما بتحبها ما حبيتها يا أخي فرحها. مع الأسف يعني ما فينا نعمم يعني كل حدا دارس أو كل حدا هو بيمتلك شهادة جامعية هو لازم يتعامل بإنسانية أو بيمتلك يعني يكون عنده هذا التعامل. مع الأسف هي كانت عم تتعرض للعنف من قبل الأهل من قبل الزوج. بدي أسألك أيمن، أنت كمان اليوم في حال كان متاح لنا أنه نحن نرفع دعاوي قضائية على كل شخص من الممكن انه هو تم اثبات انه هو عم يعنف زوجته او عم المرأة مثل حالة ميساء عم تتعرض بالعنف، هل بتشارك معنا او لا؟ اكيد بشارك، يعني اليوم النساء هني خواتنا وهن امهاتنا وهن بناتنا. يعني انا اليوم ابرضى على بنتي او زوجتي او اختي يصير فيها شيء لحتى ارضى على الاخرين. يعني حتى الامراه روحي يعني مثل ما نحن روحيه كمان روحي هي بتزعل وهي بتعصب وهي بتزعل وهي بحقها تحكي وحقها تتصرف شو ما بتكبر. يعني نحن ما نهمشها ونحكيها كلام فعلا لاجل اليوم التعنيف حتى التعنيف اللفظي كمان اليوم نحن ضده. صحيح صحيح. بدي اتشكرك ايمن لمشاركتك معنا ولدعمك للنساء وان شاء الله يوما ما نقدر نحن فعلا ندعم بهذا الزراع القانوني. شكرا كثير ايمن، ان شاء الله يا رب. بس نقطه صغيره، تفضل. انا كنت بالمناطق المحرره يكون في 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 عدل اكثر. صحيح. في قضاء في سلطه. صحيح. اليوم تصدق هالشيء تنصف المظلومين ان كان رجل او امراه. صحيح. كل الشكر لك ايمن، تحياتي. معنا كمان اتصال ثاني من صديقنا عبد الحميد من مصر. الو صباح الخير يا عبد الحميد. صباح النور يا نور. اهلا وسهلا فيك. بقول لك تفضل. هي عباره عن ثقافه مجتمع وواجب الحمايه الاجتماعيه وان احنا نتواصل مع السلطات والجهات المختصه لتامين الحمايه لك. بس اليوم عبد الحميد نحن بسوريا للاسف ببعض المناطق وبالمنطقه اللي توفت فيها ميساء ما فينا نقول ما في سلطه حاكمه أو ما في قضاء نرجع له بشكل عادل. برأيك اليوم نحن إذا مجتمعيا حبينا ندعم النساء اللي عم تتعرض للعنف شو لازم نعمل؟ نوعيهم أكتر، إن في حالة مثلا زي ما يساء كده واحدة من مئات الحالات التغيير يكون ببنية المجتمع، شخلبة العادات والتقاليد والحل بدولة وقانون قادرين نحتم فيه. فالدعم، هل بتشوف السوشيال ميديا من الممكن ان تسلط الضوء وترفع العنف عن النساء؟ طبعا هي السوشيال ميديا دعم كبير ودعم قوي ممكن ندعم بها ميساء. بدي اتشكرك محمد عبد الحميد عفوا، شكرا كثير لمشاركتك لنا من مصر وبتمنى انك تبقى معنا على السمع، رح نحكي بتفاصيل ثانيه كثيره وترجع تشاركنا في حال كان عندك اي استفسار.
مستمرين نحن بحلقتنا. أكيد فيكم تتواصلوا معنا على 0395-052-38 وعلى 0850-447-65. دور المنظمات المجتمع المدني بالعمل على حماية النساء دور كتير كبير، ومثل ما حكى السيد بسام من الممكن منظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل على الشق القانوني ان هي تكون كجهة قانونية تدعم في قضايا العنف ضد النساء، وان هن يحاولوا يدعمون ويحمون النساء اللواتي يتعرضن للعنف عن طريق منظمات المجتمع المدني. من الممكن انه هن يوصلوا لبر الامان وممكن يعطوهم حماية كتير كبيرة. لنحكي عن هذا الموضوع، بيسعدني أنه تنضم لي السيدة حنين السيد، ناشطة في مجال العمل الإنساني ودعم النساء اللواتي تعرضنا للعنف. أهلا وسهلا فيك أستاذة حنين. أهلا نور، صباح الخير للجميع. يسعد أوقاتك. بداية حنين، يعني أثناء أعدادنا للحلقة خبرتيني أنه في قصة لأحدى النساء اللي حابة أنت تخبرينا عنها لحتى ندخل على الشق اللي رح نحكي عنه بشكل أكبر. تفضلي حنين. تمام. بالنسبة لقصة السيدة فاطمة اللي رح نحكي عنها اليوم، هي إحدى السيدات اللي تعرضت للخطف من فترة قصيرة في مدينة إدلب. طبعا هي كانت نازلة صباحا للسوبر ماركت حتى تجيب شوية أغراض للفطور، ولحقت سيارة سانتا فيه ومخيمة، واستطاعت هذه الأشخاص الموجودين في السيارة بتخدير السيدة فاطمة عن طريق قماش وضعوه على فمها وأخذها. طبعا ظلت محتجزة عندهم 6 أيام. في هاي 6 أيام كانت مطمشية العيون، كانت مكان ما بتعرفه، ولكن من خلال أحاديثهم تعرف في وجود نساء أخريات في هذا المكان حسب طبعا كلامها وكلام قاربها. بعد 6 أيام أحد الخاطفين تعرف إلى أحد أقربائها وما راد يضرها، يعني مثل ما بيقولوا، فبدو يفرج عنها، ولكن بقية العصابة رفضت هذا الشيء. بعد يعني حوار طويل يعني وصل لحل إنه خلص إنه بدهم يطلق سراحة بدون فدي. هذا الشيء ساعدها لحتى ترجع على بيت أهلها، ولكن هي الآن عم تتعرض لضغط نفسي كتير كبيرة، عندها مشكلة بالعيون بسبب الست أيام متواصلة ليلة نهارا في طمش على العيون. طبعا هي حالة من ضمن حالات كتير عم تصير، ما فينا نقول خطف، ولكن حالات عنف عم تتعرض للنساء في أي كان أي شكل كان، إن كان بالخطف أو غير الخطف. صحيح. السيدة فاطمة هي مع الأسف يعني، والحمد لله على سلامتها اللي هي قدرت أنها تنجو بحياتها، تعرضت للخطف. أنا بدي أقول للأصدقاء اللي كانوا عم يحاكونا أو عم يتصلوا ويقولوا أنه من الممكن أنه هي كانت تهرب، بالمقابل من الممكن هي مثل ما صار مع فاطمة يصير معها، يعني مع السيدة ميساء. فأدي هذا الحل هو فعليا متاح وهو آمن للنساء بالداخل السوري. خلينا صراحة فضلي. نور هذا الحل، هل بتشوفيه هو حل اليوم؟ هي في حال قررت النساء هي عم تتعرض للعنف ان هي تهرب او تغادر المنزل، هل هو حل؟ هل هي رح تكون بأمان؟ هلا في طرق تانية تضمن سلامتها أكثر، موضوع الهريبي، لأن اليوم في نساء غادرت منازلها نتيجة مشاكل أسرية، وأنا على دراية بعدد منيح من هاي النساء ولكن فقدت، يعني نحن ما بنعرف إيش هو مصيرها، هل تم خطفها، هل تم قتلها، هل تم اعتقالها، إيش وضعها، ما حدا بيعرف. فالهرب ما عم بيكون نتيجة أو حل سليم لعلاج العنف اللي عم تعرض له هاي النساء. يعني فعليا هي بتكون هربت من خطر ما، ومن الممكن هي تكون وقعت بخطر أكبر بكتير، بخطر أكبر. صحيح. طبعا ليش نور؟ لأن نحن اليوم بمكان ما في أي قوانين، ما في أي دولة، ما في شيء بيحميك، أنت في غابة فعليا، يعني فوضع خطير.
صحيح من الممكن انه هي تكون بخطر اكبر. بدي اسالك كمان حنين، يعني اليوم وقت اللي بعيدا عن اذا في حال موضوع الهرب هو كان حل، في حال السيده قررت انه هي تراجع منظمات المجتمع المدني او الاشخاص اللي هن مسؤولين عن الحمايه، وقت اللي بتراجعكم حاله عم تتعرض للعنف، شو هي وسائل الحمايه اللي من الممكن انه يتم تقديمها لها؟ هلا منظمات العمل الإنساني عم بتقوم بالعمل قدر استطاعتها، ما عندها كثير صلاحيات، ولكن في حال جاءت حالة ناجية أو أي مرأة يعني أو فتاة عم تتعرض للعنف، أول شيء هذا الإدارة هي بيستقبل هاي الحالة، بيحاول يبني ثقة بينه وبينها، بيحاول يريحها شوي. بعدها بصير موضوع الاستماع، لازم في شروط للاستماع، يكون في إصغاء، لازم يكون في احترام، لازم يكون في يعني حسس هاي الناجي أو هاي المرأة اللي بتعرض للعنف بأنها هي قريبة مني وبتحسن تشاركنا المعلومات، يعني تحس بالأمان اللي هي فقدته أساسا خارج هذا المكان. لازم تشعر إنه المكان اللي موجودة فيه إنه فعلا بيمنحها الأمان أقل شيء على أقل تقدير بينما هي تحكي قصتها. بعد ما نستمع لقصة هذه السيدة ممكن تكون هي بحاجة لخطة سلامة، ممكن يكون هي فعلا موجودة بموقع خطر، فخطة السلامة بتعتمد على توعية هي المرأة بحقوقها، توعيتها بالأشياء اللي هي ممكن تعملها ولا تحاسب عليها، توعيتها بإيش هو الصح وإيش والغلط. طبعا ما بفرض عليها الصح والغلط، ولكن أنا بحكي لها شو الصح وإيش الغلط وهي الحالة رح تعرف إيش تختار. لازم كمان ساعدها على أنه يكون عندها مكان آمن إذا كان المكان اللي هي موجودة فيه عم تعرض فيه للخطر. هل هذا يعني الشيء متاح بالداخل حنين؟ موضوع المكان الآمن، هل هذا شيء متاح للنساء بالداخل السوري؟ عم يتم تأمين هاي الأماكن لحتى تكون بأمان؟ خلينا نحكي يعني بشفافية عالية. تمام، بصراحة نور نحن كمنظمات عمل إنساني مو كلياتنا قادرين على تقديم المساعدة، ولذلك نحن إذا بتجينا حالة بحاجة لمكان آمن فمنقوم بإحالتها ضمن خطة إحالة معروفة إلى منظمات أخرى قادرة على تقديم السكن، ولكن الفكرة إنه هاي المنظمات عم تاخذ وقت طويل لبينما تتحقق من 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 موضوع الحالة، لبينما تشوف الحالة، لبينما كذا كذا، فعم بترحل شهر هذا إذا استطاعت تأمين الحالة. هلأ أنا إحدى السيدات اللي إجت لعندي مرة من المرات حسنت إني حيلها لمنظمة أخرى وأنا كنت متابعة معها واستمريت معها يعني بوجودها معها حتى حسنوا يأمنوا لها كرفاني ضمن مخيم كان أأمن من المكان اللي هي موجودة فيه. هي كانت زوجة يعني زوجة معتقل، زوجة مفقود، وكانت عم تتعرض للتحرش الجنسي من الشخص اللي هي مستأجرة عنده في مكان هو مو محافظته أساسا، هي مهجرة من محافظة إلى أخرى. يعني عم تحكي عن شهر، عم تحكي عن مدة شهر 30 يوم من الممكن هي عم تكون عم تتعرض للتحرش، عم تتعرض للعنف بشكل دائم، أي خطر من الممكن هي عم تتعرض له. لو ما عم تتعرض لهذا الضغط ما لجأت للمؤسسات. يعني اليوم شو اللي بيختصر هي الآلية، هي المدة لحتى نقدر نكون أسرع بالوصول للنساء أقدر على حمايتهم؟ بصراحة نور اللي بيختصر المدة هو ما في شيء بيختصر المدة، لأن أنت اليوم بمنظمات العمل الإنساني في قواعد بتمشي عليها، في أنك أنت بدك ترجع لإدارتك وإدارتك بدها تأمن الخدمات اللازمة وترجع تحيل لإلك، والموضوع بياخذ وقت، لأن نحن مالنا المنظمات الإنسانية هي مين منظمات قضائية أو حقوقية أو مثلا قسم أنه قادر أنه ياخذ الحق بسهولة أو بسرعة، لأن نحن ما هي مهمتنا، مهمتنا فقط تأمين هاي الحالة، يعني ما في صلاحيات كثير كبيرة. تسعى المنظمات الإنسانية بالأيام القادمة تقبل سوريا أنه يكون في قانون يحمي المرأة بشكل سريع. في حال يعني كمان بدي أسألك حنين، كنتوا على اطلاع بحالة المرأة اللي عم تتعرض للعنف وهي عم تتابع الحالة معكم وفجأة انقطع التواصل، شو آليات التدخل حتى تطمنوا عليها من الممكن هي السيدة انها هي تكون عم تتعرض لحبس، لتغييب، عنف بشكل متواصل؟ شو بتقدروا تعملوا لحتى انتوا تطمنوا عليها ويعني تطمنوا انه هي بأمان؟ تمام نور، اثناء وضع خطة نسألها عن الأشخاص اللي بتوثق فيهم، عن أرقام تواصل مع أشخاص إذا فقدنا الاتصال معها أنه نتواصل معهم، ولكن للأسف أنه الفترة اللي نحن مخصصة لأنها هي فقط شهر، نحن منتابع الحالة لمدة شهر وبعد شهر يتم إغلاق الحالة، أما بعد الشهر يعني ضمن هذا الشهر أنت بتستطيع السؤال عنها، ولكن بعد الشهر خلص أغلقت الحالة.
اغلقت الحاله اذا هي ما رجعت لعندك وما عرفتي شو صار ولا شيء ابدا، فخلص انت بتغلق الحاله من عندك، ما عندك صلاحيات تروحي على بيتها، يعني ممكن انت كعامل انساني تعرض للخطر. هو الشهر بعد التواصل الاشخاص المقربين اللي هي بتوثق فيهم اللي هي اعطتنا اياهم بارادتها يعني، ونحن اخذنا موافقتها انه ممكن نتواصل مع هدول الاشخاص في حال صار معك شيء ضمن هي الفتره، واخذنا الاوكي ايه تمام، اما غير ذلك يعني صعب صراحه بعدها. يعني اليوم اذا عم تحكي هي عطت السيده كذا يعني اكثر من جهه تواصل لاشخاص هي بتثق فيهم في حال اختفت او في حال بطلت ترجع تتابع العلاج او التعامل معكم، من الممكن انتم تتواصلوا معكم معهم عفوا. هل بتقدر اليوم منظمات المجتمع المدني في حال هدول الاشخاص ابلغوا انه هي السيده هي عم تتعرض للعنف وهي بسبب هذا الموضوع هي ما عم تقدر ترجع تتواصل مع المؤسسة اللي كانت عم تتابع معها، هل بتقدروا تتدخلوا؟ هلا نحن ما عندنا مثل ما قلت لك صلاحيات التدخل بهذا الشكل، ولكن نحن بامكاننا اذا تواصلنا مع الاشخاص المقربين منها اللي بيعرفوا انه هي عم تتعرض لعنف انه نحن نوعيهم لموضوع انه يروحوا يبلغوا، اما نحن كمنظمات انسانية ما بنحسن نروح نبلغ. هن اللي لازم يبلغ، لازم الطرف من ولا حتى من مجتمعيا حنين هون عم نحكي، ولا حتى مجتمعيا قادرين على انكم توصلوا للاهل او توصلوا لاي حدا. يعني نحن اليوم عم نحكي عن حياه انسانه بخطر مثل حاله ميساء، لو كانت هي متابعه مع جزء من منظمات المجتمع المدني او مع اختصاصيين وهي انفقد التواصل واحد اصدقائها قال انه هي عم تتعرض للعنف، ما كان في اي وسيله للتدخل؟ نور في شغلة نحن بعملنا هو أهم عنصر اللي هو السرية. نحن وقت اللي بنتعامل مع هاي السيدة بتعطينا المعلومات على أساس السرية، يعني هاي المعلومات لن تخرج من الغرفة اللي هي موجودة فيها وعطت فيها هاي المعلومات، لذلك نحن ما بنحسن نتابع القصة إلا مع الأشخاص اللي هي صرحت لنا أنه لازم تتواصلوا معهم إذا صار شيء. يعني نحن ما بنحسن نلجأ للأهل لأن ممكن تتعرض لخطر أكبر، ممكن يكون هن الأهل هن لسبب العنف، ممكن تتعرض لخطر أكبر، لذلك يعني الموضوع حساس جدا بصراحة. أنه أنا بشوف كحدا موجود وعلى تلامس مباشر مع القضايا اللي عم تتعرض للنساء أنه القانون هو الشيء الوحيد اللي ممكن يحمي النساء، وللأسف هذا الشيء المغيب عنا، ولذلك المفترض أنه تكون كل مرأة هي قوية بذاتها، لازم أنه موضوع التوعية هو الحل الوحيد. نحن بدورنا نقوم بالتوعية، هي بدورة تقوم بمعرفة إيش حقوقها وإيش واجباتها، وعلى هذا الأساس إنه هي تقاوم هاي الحياة لبينما يصير في قانون يحميها. اسمحي لي حنين نروح مع بعض لفاصل إعلاني صغير ونرجع لنكفي. تفضل. مرجان للشحن، للشحن البري والجوي والبحري، خبرتنا في خدمتكم. تحياتنا لكل الأصدقاء اللي هن معنا على السمع. أنا بدي روح حنين، اسمحي لي إنه نروح لتعليق صديقنا أبو أيمن محمد النجار، عم يقول بتمنى أنه قراءة هذا التعليق إذا كان هناك من متسع من الوقت. في إحدى الضواحي دمشق تعيش رزان مع أمها وأخيها بعد طلاقها من زوجها، حيث الأخ مريض والأم مريضة ومتقدمة بالسن، ورزان تعمل بورشة خياطة لتعيل أسرتها، توقفت عن العمل بسبب جائحة كورونا حيث لم تتمكن من تأمين لقمة العيش، إضافة لخطورة مرض والدتها والصعوبة بتأمين العلاج والدواء. رزان قررت الانتحار، وبأحد الاتصالات معها أباحت بفكرة الانتحار، تم توعيتها وأنه بهذا الفعل يعني من الممكن أنه أبو أيمن لجأ لها من الجانب الشرعي أنه رح تخسر الدنيا والآخرة، وتم إقناعها ولله الحمد عدلت عن الفكرة. بدي أسألك اليوم وقت اللي بتجيكم سيدة مثل رزان يعني اللي هي كانت فعليا عم تفكر بالانتحار وتم إقناعها بالعدول عن الفكرة، كيف بتقدروا أنه تقنعوها؟ أو نحن كأشخاص من الممكن نسمع هاي الكلمة، أشخاص غير اختصاصيين يقول أنا عم فكر انتحر، لشو هون لازم نتنبه وشو لازم نعمل؟ بصراحة نور نحن واجهتنا حالات كانت هي مقدمة على الانتحار،
أكثر حالات هي الحالات النساء اللي كانت ناجية من الاعتقال، هدول انوصموا بوصمة مجتمعية سيئة، ولذلك على أثر هذه الوصمة هن بلشوا يفكروا بالانتحار. كانت سيدات يعني كثر ترددوا لمراكزنا، وكنت على تواصل مباشر مع هاي الحالات. ما فيك تعمل شيء غير أنه تعلمي يعني توعيهم حول آلية التعامل مع الضغوطات، آلية التعامل مع الغضب، آلية التعامل مع كذا. ففي برامج متخصصة نحن من نمشي عليها حتى هذا الشخص يبلش شوي شوي أنه يواجه المشكلة اللي هو عم يمر فيها أو الحالة. غير هيك أنت ما فيك تجبريها على الإقلاع عن الانتحار إذا ما أجيتها في هذه الطريقة التوعي. فيعني من الممكن العمل على هذا الموضوع أو البيئة قديت بتلعب دور بتشوفي حنين بحسب يعني أنت متابعة مع النساء بشكل مباشر، موضوع الأصدقاء والبيئة المجتمعية المحيطة فيها قديت بتلعب دور أنه هي تحمي هاي النساء؟ نور، في شيء اسمه دعم الأقران. هذا دعم الأقران جدا جدا مهم بالدعم النفسي. الأقران اللي هني إما الأشخاص أخوتها أو أصدقاء أو صديقاتها من تقريبا من نفس عمرها، هدول الأقران دعمهم كتير مهم. يعني فيك توصل كتير رسائل عن طريق الأقران لهذا الشخص اللي هو عم يمر بهاي التجربة أو بهاي الحالة. فكتير مهم، كتير مهم وجود الأصدقاء. يعني اليوم في أصدقاء بيقول لك أنا ما أحسن تعمل لا شيء، لا كان فيك تعمل أكثر من خلال يمكن كلمة تغير، ممكن أنك بطريقة احتواء ما. فالقصة لازم يتحملها بصراحة كل الأطراف، يعني مو فقط المنظمات الإنسانية ولا فقط القانون ولا الأهل ولا الزوج ولا نفسها هي ولا أصدقاء. المفروض كل المجتمع يكون عنده وعي حول التعامل مع هي الحالات حتى يحسنوا يتجاوزوا الشيء اللي هن عبيعيش. صحيح، هو يعني بالأول وبالأخير منقول أنه هي البيئة المجتمعية أو الأشخاص المحيطين فينا في حال نحن عم نتعرض لأذى، فهن يعني من الواجب عليهم أنه هن يقدمونا الدعم والحماية. يعني وهذا الشيء أكيد بيكون متبادل بين الجميع. بدي أتشكرك حنين لوجودك معنا لليوم وللنصائح اللي أفدتينا فيها وللإيضاحات حول طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني بالداخل السوري. كل الشكر إليك حنين سيد لوجودك معنا. شكرا، تحياتي. معنا اتصال. ألو، صباح الخير. أهلا نور، الله يسعد لي صباحك. وصباحك يا رب. مين معنا؟ كيفك اليوم؟ أهلا وسهلا فيك يا نسرين حبيبة قلبي، الله يسعدك. بعد زمان يا نسرين، مسجلينك غياب. تسلمي لي، ولا أنا على السمع بس شوية ظروف خاصة، الله يسعدك. ولا يهمك، تفضلي نسرين، شو حابة تقولي؟ حابة تقولي والله هلا بالنسبة لهذا الموضوع، يعني هوني نور أنا بشوف يمكن هي المرأة تخجل إنه تحكي، عرفتي؟ يعني هي بتنضرب وبتفيق تاني يوم بتغسل وشها وبتقوم بتكمل حياتها جدا طبيعية. هي يمكن خوف من المجتمع، خوف من شماتة المجتمع فيها. يعني مثلا بتسمعي قبل بيوم بتكون الجارة صوتها هي يعني هي وجوزها تلاقيهم للسماء، تاني يوم تدخل عندك تشرب قهوة كأني ما في شيء، بتقولي لها انه ليش كنتوا مثلا امبارحة متعيطوا او شيء، او بتشوفي حتى عينها زرقاء، فبتبرر هذا الشيء بانه يعني كان معصب وما في رجال ما بعصب. شو السبب نسرين نحن يعني نحكي هاي المبررات؟ بتخاف، هي بتخاف يعني بشكل عام بتخاف من شماتة الناس، بتخاف تقلك أنا طيب هلأ إذا حكيت أو رحت اشتكيت عليه أو أي شيء، طب أنا أولادي يعني ما بدي أو تشوفهم، عرفتي؟ أو هو بيحرمني من أولادي. يمكن أنا بشوف أنه أكتر نقطة هون هي بتسكت كرمال أولادها، وكمان كرمال أنه هذا المجتمع يلي أنه بده يلت ويعجن كتير بقصته، أو كرمال كمان ما تكون هي مطلقة. برأيك لو كان في قوانين بتدعم النساء وبتحمي النساء بشكل واضح، سواء كان تجاه العنف اللفظي أو تجاه موضوع حضانة الأطفال، موضوع جدا مهم، شكرا لإضاءتك على هاي النقطة، كان بيحميها بشكل واضح وبيحمي أطفالها وبيضمن لحق أو حق أطفالها، كان نحد العنف أو كان وصلنا لمراحل أقل من هذا الضغط اللي عم تعيشه النساء؟ أكيد نور. هلأ شوفي برا ببلاد برا بتلاقي مثلا بسوريا عمال بعنفها وبيضربها وما بترك كلمة عليها بزيئة، لما بيطلع لبلاد برا بنخاف أحسه،
وبيسكت وما بيقعد بيسترجي يحكي كلمة. ليش؟ لأنه بيعرف أنه إذا رفع إيده عليها بده ينحط بالسجن على القليل 10 سنين إذا راحت هي اشتكت عليه أو حتى إذا ما اشتكت. يعني مجرد بس أنه الجيران يقولوا أنه من هون هاد البيت عم يطلع أصوات أو إجت البوليس أو شيء بتلاقي هو راح على السجن، فما بيسترجي لا يعنف ولا يعنف أولاده. وفكرة كمان كتير من الأحيان يكون في تعنيف لفظي أفظع بكتير من التعنيف الجسدي. صحيح. بكتير. نسرين بدي أسألك بالأخير، هل أنت اليوم إذا سمعتي جارتك عم تتعرض للضرب أو للعنف بتبلغي يعني بتقدمي شكوى أو بتبلغي عن الحالة أو لا بتقولي مالي عليها؟ هلا أنا في وقت إنه حضرت إنه كان وقتها جلسة هيك نسائية بالأمم المتحدة كنا عم نحكي عن هذا الموضوع، فعطونا وقتها أرقام وقالوا يعني إنه اتصلوا هن ما بيسألوكن عن أسماءكن ولا شيء وبيجي يعني البوليس وقتها وإنه هيك. هلا أنا صراحة يعني إذا سمعت إنه جارتي أو أي حدا يعني من طرفي هيك إنه أي بتصل بتصل وخلي يجي مش حكيم يعني أي بلا أكيد يعني، وحتى إذا بطلع بإيدي بطلع أنا بقتله أنا وولادي وزوجي وكل ياتنا بنحطه وبنقتله. يعني أنت قاعد عمال تضربها يعني رب العالمين يعني وصاك بالنساء خير. طيب تمام، هلأ لسه أنا أفظع الشيء بيستفزني اللي بقلك إنه العصاي نازلة من الجنة، نازلة من الجنة عليك وعلى أمك مو على مرتك، دير بالك عليها يعني. أكيد لا، حتى يعني حتى والدته هي من النساء يعني، فنحن ما بدنا نصعد الموضوع، ولكن فعلا بدنا نحن أدوات حقيقية تحمي النساء وتضمن حقها لحتى تكون رادع لهدول الأشخاص اللي هن من الممكن أنه هن يعني يضغطوا على النساء. طبعا هو لو أنه يفكر يعني أكيد هو لو أنه يفكر أنه هو بده يدخل على الجنة من وراء هاي الأمرأة يلي هي أمه يلي هي الجنة تحت أقدام الأمهات، ما كان فكر أنه هو يضرب مرته أو حتى أنه يعنفها. أنت عندك أخت عندك أم بالنهاية. صحيح. ما بعرف يعني أنه رب العالمين قال اللي بضرب زوجته بالذات على وشه يعني كف أو شيء، قال أنه يوم لأيام رب العالمين بيضربه أنه 70 خريف بجهنم بينزل بس كرمال هذا الكف يلي ضرب زوجته فيه بالدنيا. يعني بقى ما باله كم خريف بده ينزل لهنيك. يلا الله يزيد ويبارك وينزله. كل الشكر لألك نسرين ولمشاركتك، وبدي أقلك هدي أعصابك وروقي، وإن شاء الله يعني منحاول إنه نحن نحاول. أكيد فعلا هو موضوع فعلا مثير للجدل وفعلا من يعني من القهر، خلينا نقول من القهر على حالات يعني نساء ونساء شبيهاتهن. يعني الطلاقة في شيء اسمه طلاق، في شيء اسمه إنك خلص مالك عم تتفاهم معها، تركها مثلا تربي أولادها روح أنت جوز. هل بتشوفي الأمان الاقتصادي نسرين هي في حال كانت مؤمنة اقتصاديا هو حل بيحميها للنساء؟ طبعا نور، ما بتشوفين هنا لما بسافر على أوروبا من على درجة الطيارة بترفسه بتقلعه بتقوله أنت روح بطل الجوزي بتطلقه. ليش؟ لأنه هنيك ما بدنا نعمم يا نسرين، ما بدنا نعمم أكيد فعلا يعني لكل حالة هي ظرفة أكيد، ولكل حالة هي بتحكي ما ظروفها. بدي تشكرك نسرين ولمشاركتك معنا، تحياتي لك. تحياتي. انتشرت مؤخرا حالة خوف كبيرة لدى الأهالي بالداخل السوري بسبب حالات الاختطاف اللي عم تتعرض لها النساء. بالشهر الماضي بشهر 8 فقط تم توثيق 10 حالات للنساء تم اختفائهم تحت بند الاختطاف أو كما تم التصريح به من قبل الأهل، ولكن ما صحت أخبار اختطاف النساء اللي بالداخل السوري. لنحكي عن هذا الموضوع، بيسعدني أنه ينضم لألي السيد علاء أبو الوليد نائب مدير مكتب شؤون الجرحى والمفقودين ومدير مكتب التوثيق. أهلا وسهلا فيك أستاذ علاء. حياكم الله وبيا. تحياتي لك أستاذ علاء. يعني اليوم للأسف مؤخرا تم انتشار أخبار عن خطف النساء بشكل كتير كبير، وتم تداول يعني هاي الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي. ما حقيقة هذا الأمر؟ هل هي كلها حالات اختطاف أو شو هو الوضع الحقيقي على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحياكم في القناة الكريمة وتحية لثورتنا العظيمة. أخت نور، بالنسبة لما انتشر على مؤخرا على التواصل الاجتماعي عن خطف نساء، احنا كمكتب شؤون جرحى والمفقودين لقينا الأمر بشكل مطلق. حسب توثيقنا لحالة الاختطاف لا تتجاوز نسبة 100%.
استاذ استاذ علاء، بس ما بعرف اذا بتقدر يكون الصوت من عندك واضح اكتر، انا ما عم بقدر اسمعك بشكل كتير واضح، يمكن هو من السماعات او المايك، اذا بتقدر يكون. لا مع الاسف، اذا بتقدر تشيل السماعات. هيك تمام استاذ نور. ايه تمام، خلينا نرجع لسؤالنا، تفضل. واضح الصوت؟ ايه تمام، هيك عم نسمعك بشكل واضح. هل عم تسمعنا بشكل واضح استاذ علاء؟ اذا بنقدر. هل واضح الصوت هيك؟ مع الأسف لا، عم يكون خلينا تحت الهواء نشوف الصوت، وخليني أنا إذا بقدر أروح لبعض التعليقات على البث المباشر حتى يكون جاهز معنا أستاذ علاء. تحياتنا أيضا للأصدقاء اللي عم يشاركونا عبر البث المباشر، تحياتي لمحمد أبو أحمد، ماجد خطيب، ولهنا اللي عم تقول كان في عنا جارة زوجة كل يوم بيضربها ومرقت أيام وما عاد طلع حصان، وفجأة ما لقينا غير إجت الشرطة طلع زوجها قاتلها وهربان من البيت، وهل وأهلها انشغل بالهم عليها إنه صار لها 3 أيام ما عم ترد عليهم. طبعا هذا الحكي بالتسعينات، مع الأسف مع الأسف هذا الواقع اللي من الممكن إنه هو يكون جدا موجود، ونحن في حال ما كان في تدخل مجتمعي أو تدخل قانوني ممكن إنه نحن نوصل لهي النتائج والسيدات تخسر حياتها. بالعودة لك أستاذي، كنا عم نحكي عن موضوع اختفاء النساء، كتير ضجت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار خطف النساء بشكل كتير كبير، ما صحت هاي الأخبار وتداولها على مواقع التواصل؟ أستاذ النور، بالنسبة لأخبار اختطاف النساء المؤخر، انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نحن نعتبر من بعض المغرضين. أستاذ علاء، مع الأسف أنا آسفة على المقاطعة للمرة الثانية، ما عم نقدر نسمعك بسبب السماعات، يمكن هي عم تعطي صوت مثل صوت الكهرباء على الهواء، إذا بتحكي معنا من الموبايل بشكل مباشر. هيك تمام صوت؟ تمام هيك، نحن عم نسمعك، أنت عم تسمعنا؟ بالنسبة لاختطاف النساء، تواصل مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير الأخبار، ولكن نحن كمكتب شؤون الجرحى والمفقودين حسب إحصائياتنا وتوثيقنا نفينا هالأمر بشكل قاطع. نسبة الاختطاف ما تتجاوز 2%، يعني بالشهر الثامن هذا الشهر الماضي ما كان في عنا إلا حالة واحدة ورجعت بفضل الله تعالى. هل في إحصائيات يعني للنساء المفقودات بشكل عام خلال الشهر الماضي؟ هلا بالنسبة للشهر الثامن الشهر الماضي، من بدايته إلى تاريخ اليوم كان عندنا 10 حالات نساء مفقودات، ورجع منهم 9، وحدة لسه ما رجعت، طبعا تم التعميم عليها 31 شهر، يعني صار لها 5 أيام مفقودة. يعني أنا ما قدرت أسمعك بشكل واضح، إذا بترجع بتعيد آخر يعني الجملة ذكرتها أستاذي. حكيت بالنسبة للإحصائية النساء المفقودات إنه في عنا 10 حالات خلال هذا الشهر، رجع منه 9، وحدة لسه ما رجعت، عممنا عليها ببطاقة بحث من المكتب في 31 الشهر الماضي، يعني صار لها مفقودة قريب ال5 أيام. 10 حالات مفقودين، 9 تم العودة منهم، شو هي يعني بسبب اطلاعكم بحسب اطلاعكم على موضوع فقدان النساء وعودتهم، شو هي أسباب اختفاء النساء بحسب ما لاحظتم؟
بالنسبة لاختفاء النساء في عدة أسباب أستاذ نور. أول سبب وأهم هو المشاكل الزوجية، يعني بصير مشاكل زوجية بين الزوج وزوجته تضطر للخروج دون علمه. بالنسبة للبنات بتصير مشاكل عائلية أو ضغط على البنت من قبل الأهل تضطر للخروج على أقاربها على جيرانهم كمان بدون علم الأهل. وفيها يعني في حال مثل ما ذكرت أنت 9 حالات تمت العودة، كيف عم تكون العودة؟ يعني آلية التنسيق لعودة هدول النساء، هل عم يكون يعني أنت ذكرت عم يكون السبب هو الخلاف مع الأهل أو الخلاف مع الزوج أو الشريك؟ اليوم وقت عم يتم عودة النساء، هل عم يكون في آليات لضمان حمايتهم لهدول النساء ما يتعرضوا لعنف أكبر بسبب هن مغادرتهم المنزل بلحظة ما؟ هلق بالنسبة لسؤالك، احنا كدورنا كمكتب شؤون جرحى والمفقودين حمل العرض احنا بنقوم بالبحث عنهم. فعندما تكون بنت مثال بنت هربت من اهلها بسبب ضغط بيتواصل معنا اقاربها اللي تكون موجودة عندها، فاحنا بنكون هون نكون صلة وصل ما بين الاهل وما بين الاقارب اللي عندهم البنت لحد من هاي المشكلة. ونحن اطلقنا عبر مدونات رسمية أكثر من مقال بالنسبة لموضوع النساء وموضوع العنف، أنه توصيات بعدم العنف ضد المرأة إن كانت بنت عند أهلها أو الزوجة والزوج. فيعني فعليا ما في أدوات حقيقية من الممكن نقول أنه هي عم تكون رادعة أو حماية، وحتى ولو كان بإمضاء تعهد على الزوج أو الأهل أنه ما يرجعوا يتعرضوا لهي السيدة. للأسف سيدة نور ما في، لأنه هذا الأمر إحنا كمكتب يعني مكتبنا لمعلوماتك هو تطوعي إنساني فقط، إحنا كمكتب دورنا البحث وإيجاد المفقودة والتواصل إليها، ولكن هي ترجع للسلطات الأمنية الشرطة العامة على الأرض. كيف بتكون آلية البحث؟ يعني أنتوا اليوم وقت اللي بيتم الإبلاغ، هل بيتم الإبلاغ من الأهل أنه انفقدت بنتهم أو فقدت زوجته؟ كيف بيتم الإبلاغ لألكون وكيف بتكون آلية البحث؟ بالنسبة لآلية عملنا احنا كمكتب يوجد عندنا غرف واتساب موجود فيها مراصد وإعلاميين شرطة حرة دفاع مدني، إضافة لصفحتنا الرسمية على فيسبوك يتم التواصل معنا عبر الغرف والمراصد كرتون آنفا. في عندنا المكتب الإعلامي المكتب شؤون جرحى والمفقودين يتواصل مع الأهل مباشرة إن كانت أنثى، لأن الأنثى موضوعها تعرف حساس، بيتواصلوا مع الأهل بيأخذوا أول شيء إثبات شخصي صورة هوية أب أو إن كان زوج عقد زواج، ثم المكتب الإعلامي ضمن غرفة خاصة بيعمل بطاقة بحث، طبعا لوجو خاص بالمكتب وبطاقة بحث يأخذون معلومات عن لنذكر بعض المعلومات الاسم الثلاثي واسم الأم وكذلك من أي مكان وين مقيمة وكيف أخذت التفاصيل، بنسق البطاقة المكتب الإعلامي بنسق البطاقة وبيطرحها على معرفاتنا الخاصة حتى تنصل أكثر عدد من الناس. اسمح لي أستاذ علاء أن نروح لفاصل إعلاني صغير ونرجع لنكفي. ماشي. عم تسمعوا إعلاناتكم على 98.5 FM على روزانا. شركة مرجان للشحن والخدمات اللوجستية للشحن البري والجوي والبحري، نقدم خدمات الشحن الكاملة والجزئية والطرود والظروف البريدية من داخل تركيا وإلى جميع أنحاء العالم، مختصون في التخليص الجمركي داخل وخارج تركيا. نتميز بالشحن من الباب إلى الباب في كل من السعودية، دول الخليج وصولا للسودان، كافة المحافظات السورية ولبنان، ألمانيا وكافة الدول الأوروبية. غازي عنتاب، غازي مختار باشا، هاتف 0537-614-9832. مرجان للشحن، خبرتنا في خدمتكم.
سليم، اخيرا لقيت مدرسه كتير ممتازه بتدرس ثلاث لغات، عربي وانجليزي وتركي، وبتعتمد المنهاج الامريكي والعربي. اول مدرسه بغازي عنتاب حاصله على هيئه الاعتماد الدولي آيا. ممتاز. وفيها ملاعب؟ ايه لكن فيها ملاعب مفتوحه وصالات رياضيه مغلقه وخطه واضحه للانشطه البدنيه والحركيه، وفيها مختبرات علميه كمان. وسمعت انه عاملين خصم لاول 100 طالب، بقومي خلينا نلحق نسجل لنستفيد من هالعرض. مدارس الإبداع الدولية الخاصة من الطفولة وحتى الثالث الثانوي، تركيا، غازيانتاب، جانب برايم مول. للاستفسار 0530 77 77 102. لإعلاناتكم على راديو روزنا الاتصال بالرقم 0555 00 32 888. كل يوم بسمع صراخة لجارتنا عم تستنجد وتبكي، صوت الضرب بيوصل لعندي. كل يوم؟ لك مو هو المصيبة، المصيبة إنه وقت إجي أسألها ليش هيك عامل فيكي؟ ليش ما بتشتكي على زوجك؟ بتقلي أنا استفزيته، هو بحبني بس شوي عصبي. وبتلاقي له مبرر كمان؟ مبارح أكلت قتلة حشك ولبك وأخدوها إسعاف على المشفى، تخيلوا إنه قالت للدكاترة إنه وقعت، مو زوجها ضاربة، خافت منه. يا حرام. صدقيني مثل متايل، وكتير نساء بتسكت عن الضرب وبتتعنف ليل ونهار وساكتة. لا تحملي نفسك اللوم، اعملي على زيادة أمنك الذاتي، لا تقبلي بتعنيفك، وابحثي عن ملجأ مخصص للنساء قريب منك، أو اذهبي إلى أقرب شخص تثقين به للحصول على الدعم. لا تستمري في قبول العنف الموجه تجاهك فترة طويلة، ولا تتهاوني في اللجوء إلى المحكمة. قولها الضرب ممنوع. العودة للأستاذ علاء لحتى نحكي أكثر عن آلية التوثيق وكيف بيتم اليوم في حال يعني أنتوا تابعتوا حالة، ما كيف بيتم التأكد من أنه هاي الحالة هي حالة اختطاف وليست حالة هرب للنساء من العنف اللي عم تتعرض له؟ هذا الأمر بيرجع للمكتب الإعلامي عنا. المكتب الإعلامي وقت عم يتواصل مع الأهل، مثال لنفرض مثال، زوج اتصل مبارح، صار مع هذا الأمر، زوج اتصل أنه بلغ أنه مرته مفقودة، زوجته مفقودة، فقام المكتب الإعلامي مباشرة بالتواصل كمان مع الأهل للتأكد من هذا الأمر، إن كان اختطاف أو إن كان مشاكل زوجية أو غيره. طريق الأمر بنعرف إذا كان هالأمر اختطاف ولا فقدان. وبالنسبة لأمر الاختطاف، يعني هذا الأمر بشكل مفضوح، يعني القصد العامل على الأرض أو غيره كلياته مباشرة بتنشر إذا كان في اختطاف. هل أهل عم يكم يعني عم يكون في هذا هي المتابعة بين الجهات المسؤولة يعني التطوعية على الأرض مثل الجهة اللي أنتوا قائمين عليها وبين الجهات القانونية، فعلا في هذا التفاعل الحقيقي على الأرض؟ نعم نعم. إلى يومنا هذا عامل على الأرض بفضل الله. يوجد تنسيق بين كافة العاملين على الأرض من شرطة حرة، مراصد، دفاع مدني، المستشفيات، حتى الداخل التركي، متابعين بالمستشفيات حتى الداخل التركي، إضافة لإعلاميين. فيوجد تنسيق، عنا تنسيق بين كل الآليات والخدمات العاملة على الأرض. كمان يعني حابة أسألك أستاذ علاء، اليوم بالمقابل بالوقت اللي أنتوا عم تصرحوا فيه أنه ليست معظم الحالات هي حالات خطف، عم يكون في جهات تانية عم توثق أنه على أنها خطف، ليش في هذا الاختلاف بالتصريحات؟ وكيف أنتوا بتقدروا تثبتوا أنه هاي الحالة ليست خطف وإنما هي غادرت المنزل تحت أي سبب ما، هي ما عادت تتحمل تركة البيت وتطلعت؟ بالنسبة للشائعات اللي حصلت مؤخرا، شائعات الخطف، هي انتشرت عبر بعض الناس أو أصحاب النفوس الدنيئة دون التحيز وذكر أي اسم. هذا الأمر احنا نعتبره لبث الرعب بين الناس والفتنة بين الأهالي، ولكن احنا كمكتب رسمي ومصرح من قبل الحكومة المؤقتة أو عاملين على الأرض ننفي كل هاي الشائعات أبدا، لا يوجد أي حالة خطف.
يعني كمان أستاذ علاء بدي أسألك، أنتو كمكتب رسمي عامل على الأرض ممكن توضح لنا أكثر عن طريقة عملكم، كيفية التواصل؟ يعني أنت ذكرت أنه في حال الزوج أبلغ عن موضوع فقدان زوجته بيتم التواصل مع الأهل، بالمقابل عم يكون في تسجيل لحالات أنه هي ترجع. شو الآلية اللي عم يتم العمل فيها؟ الآلية يقوم المكتب الإعلامي بالمكتب شؤون جرحى والوفاة والدين بالتواصل مع الأهل بعد أخذ المعلومات الكاملة والإثبات الرسمي. وطبعا هون ننبه لموضوع النساء، موضوع النساء يتم البحث بشكل فوري حتى إذا فقدت خلال ساعة واحدة أو ساعتين فقط، أما بالنسبة للرجال والأطفال لا، والأطفال كذلك بشكل فوري، أما بالنسبة للرجال لا، أقل شيء 18 ساعة 18 ساعة. بالنسبة للنساء بعد أخذ المعلومات الكاملة نقوم بالبحث عنها عن طريق بطاقة رسمية صادرة من المكتب على كافة منصات التواصل الاجتماعي وعن طريق إخواننا الإعلاميين بالغرف الواتساب العاملة على الأرض حتى توصل لأكبر عدد ممكن على الأرض، بحيث رجعت يوجد رقم تواصل، يوجد رقم تواصل بأسفل البطاقة بيخبرونا أنه البنت الأخت رجعت أو الطفل رجع أو الشاب الموجود. فيعني بعد ما ترجع وبعد ما تكونوا أنتوا تأكدتوا أنه هاي الحالة أو هاي الإمرأة غادرت منزلها تحت العنف اللي كانت عم تتعرض له، هل بدي أسأل هون آلية الإرجاع أو آلية يوم يعني وقت الحدا بيبلغ أنه مثلا نحن شفنا هاي الإمرأة بهذا المكان أو هذا، كيف بتكون آلية الإرجاع؟ وهل هي في حال ما كان بدها، هل هي هاي العودة هل عودة طوعية أو لا عم تكون مجبرة؟ بالنسبة للإرجاع إذا بنت مر معنا من فترة سابقة، بنت طلعت من عند أهلها من المنطقة، عممنا عليها كافة المواقع حتى شرطة الحرة، فخبرونا الشرطة الحرة أنها كانت متواجدة بعفرين، فاحنا بلغنا الشرطة أنها بيوقفوها عندهم بسبب مرض عصبي، كان إليها كان فيها مرض عصبي، رجعناها إلى أهلها. أما بالنسبة للأخت اللي طلعت من ضغط زوج وضغط أهل، إحنا بس خبرونا الأقارب أنها متواجدة في المكان الفلاني، بننسق بين الأهل والأقارب حتى يوصلوا لصيغة وترجع البنت لعندهم. فيعني تبعا على فينا نقول هاي النقطة، تبعا على الخلفية اللي بتكون أو المعلومات اللي وصلتكم من الأهل أو من ذوي الشخص المفقود بيتم مراعاة حساسية الموضوع، من الممكن هي سيدة ما تكون بدها ترجع لهذا المنزل، هي عم تتعرض لعنف له فبتكون ما بدها ترجع، فهي إلها هاي الحرية في الاختيار وما بيتم الضغط عليها. والله سيدة نور بالنسبة للمشاكل الداخلية هاي اللي عم نحكي فيها، احنا كمكتب ما فينا نتدخل، ولكن في امر عم نساهم فيه، بما انه هالبطاقة البحث عن الاخت انتشرت على العام وكانت سببها زوجية او الى اخره، هون بده يصير اكيد حل وحل مرضي بين الطرفين. بدي أسألك يعني هون تحديدا في حال مثل ما ذكرت الحالة قبل شوي أنه الزوج قام بالإبلاغ وهي كانت غادرت المنزل وعرفتوا من أهل هي الإمرأة أنه هي عم تتعرض للعنف من زوجها فغادرت المنزل هي حفاظا على حياتها، هل اليوم أنتوا وقت اللي بتكون وقت اللي بتعرفوا أنه هي قادرين أنتوا قدرتوا توصلوا لها، هل بيتم مراعاة حساسية هذا الموضوع ما بيتم إبلاغ الزوج خوفا وتحفظا أنه يكون هي بخطر أكبر أو تتعرض لخطر أكبر، أو لا وجب أنه أنتوا تبلغوا الشخص اللي قام بالإبلاغ أنه زوجتك انوجدت بهذا المكان؟ بالنسبة لهذا الأمر احنا بدورنا بنقوم بنخبر الزوج، ولكن ما بنخبره وين المكان بالضبط، وين متواجد بالضبط ما بنخبر، بنتواصل مع الأقارب الموجودة عندهم الزوجة أو البنت ونقول لهم انه راح نحكي مع الزوج بأي مكان وانتوا تتفاهموا توصلوا لصيغة بين بعضكم، ولكن ما بنعطي خبر للزوج انه بالمكان الفلاني أو البيت الفلاني مشان ما تتعرض لمشاكل بين بعضهم. وفي حال هي بلغتكم انه هي رافضة الرجوع او رافضة اي حلول من الصلح، يعني هي اخذت قرارها بالابتعاد، هل بيتم اغلاق هذا الملف واحترام قرارها الشخصي بدون ما يكون في هذا الوصول للاشخاص اللي هن قاموا بالابلاغ؟
طبعا طبعا نتحفظ على هذا الأمر، ما فينا نعرضها هي للخطر أو نعرض أي شخص للخطر بهذا الأمر. ختاما أستاذ علاء، حابة أسألك أسباب، يعني بحسب عملكم شو هي أكثر أسباب فقدان الناس بشكل كبير، وين عم تتوزع حالات الفقدان بشكل أكبر؟ لق بالنسبة لأسباب الفقدان أسباب كثيرة وعدة. أول شغلة أنتم تعرفوا بسبة هجرة الناس والنزوح اللي صار بالفترة والآونة الأخيرة، في ناس ما بتعرف المناطق، مين حافظ القرى وكذلك المخيمات، وخاصة عندنا الأطفال. الطفل بيطلع من مخيم إلى مخيم ثاني، ما بيعرف طريق الرجعة، أو من بلدة لبلدة ما بيعرف طريق الرجعة. كذلك الرجال أو الشباب، بعض الشباب بيطلعوا إلى مناطق بعيدة، يخلص شحن التليفون، بينقطع التواصل أو تعطل آليته، مما يضطر أنه نفقد التواصل مع أهله، يبقى يوم يومين. فعن طريق المكتب والبحث عنه، أي شخص قريب له وبيشوفه بيتواصل معنا ونوصله مع أهل لنطمنه عن هذا الأمر. بالنسبة لحالات توزع الفقدان بالمناطق، في عنا المخيمات الشمال السوري مثل مخيمات أطمة، دير حسان، مخيمات القريبة من سرمدة وقاح وحربنوش بالقرب من معرض مصرين، يعني نسبة 50%. بالنسبة للبلدات ريف إدلب، إدلب وريفة، في عندك إدلب والدانة حارم سلقين وكفر تخاريم بنسبة 35%، أما 15% في مناطق عفرين، عزاز وجنديرس. تماما. بدي أتشكرك أستاذ علاء أبو الوليد لمشاركتك معنا ولتوضيحك النقاط اللي أتاحتنا، يعني أتاح حديثك لنا حتى نحكي عنه فيما يخص موضوع حماية الأشخاص اللي هن فعلا عم يغادروا منازلهم، ولكن حتى يكونوا بأمان أنتم ما بيكون عندكم هذا الإبلاغ وبتحاولوا أنه تحافظوا على حياتهم. كل الشكر لك أستاذ علاء ولوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا، تحياتي. يقول صباح الخير لكل الأصدقاء اللي عم يشاركونا عبر البث المباشر. محمد أبو أحمد عم يقول أتوقع أن هناك مبالغة من الأخت نسرين في وجهة نظرها، يمكن نسرين فعلا هي من الوجع اللي شافته، أو من أحيانا وقت اللي نسمع صوت الإمرأة أو هي عم تنضرب فعلا هو موضوع مؤلم جدا، فهي كان ردت فعلا شوي، هي اتأثرت بالموضوع وهذا حق. صباح الخير كمان لصديقنا مجد خطيب. طيب جمال مصطفى، يسعد أوقاتك. كمان هي هنا عم تقول في مقولة بتنقال للمرأة القوية يلي بتنجد غيرها، بيقولوا لها أخت رجال لأنه الرجال قلائل، أما الذكور فمليان منهم ونريد رجالا لا ذكورا. محمد يسعد أوقاتك. محمد ويس، تحياتي لكل الأصدقاء اللي عم يتابعونا ويشاركونا. بدي أقول صباح الخير لكل الأصدقاء اللي عم يشاركونا عبر واتساب، وبدي أسأل كل حدا عم يسمعنا اليوم، هل أنت في حال نحن كنا قادرين أنه نقوم بدعوة على الأشخاص اللي هنا فعلا عم يعنفوا النساء ويؤذون ويوصلون يعني لمراحل مؤذية بحياتهم، هل بتساهم بهي الدعوة؟ هل بتوقع معنا لحتى ندعم هدول النساء؟ في معنا كمان مشاركة
حكي من صديقنا علاء المرسي عم يقول إذا كانت المرأة ضعيفة فإن هذا لا يعيبها وليس هو السبب. الدولة ضعيفة لا تستطيع، والسبب هو أنه الدولة ضعيفة وما بتقدر تحميها. الجيران جهلة لأنهم لم يبلغوا. الذي يؤذيها نفسه لم تتم تربيته بشكل سليم وليس لديه الرادع الذي يمنعه من إيذائها. الدولة لا تقوم بدورة في الاختبار النفسي للمتزوجين قبل الزواج. شكرا كثير على هاي الإضاءة يا علاء، ونحن رح نحكي بهذا الشق تحديدا مع المختصة اللي هي رح تكون معنا بعد شوي. أميرة عم تقول من يومين سمعت صراخ من أحد بيوت جاراتنا، أصبحت أضع احتمالات شو عم يصير وشو ممكن أعمل. بصراحة ما قدرت أوصل لشي أو للشي اللي ممكن ساوي، فكرت أنه أتصل بالشرطة، ولكن الشرطة هل بهمها فعليا هذا الموضوع؟ رح يضحكوا على اتصالي. نحن كلنا بنتعرض للعنف، مو بس للعنف الأسري، العنف أنه عايشين بغابة ومع سياسة القطيع. قديه هي الدولة اللي لازم تدعمنا، قديش نحن مجتمعيا لازم ندعم بعض. موضوع كتير مهم. التربية والدور الاجتماعي أبدا ما بيقل شأن عن الدور القانوني. نحن كمجتمعات من واجبنا أنه نحن نقدم الدعم والحماية لبعض. كيف بنحمي بعضنا مجتمعيا؟ رح نحكي بهذا الخصوص مع الاختصاصية الاجتماعية وضحى العثمان. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم أستاذ وضحى. يا صباح الخير. يسعد اوقاتك وصباح النور استاذه وضحى. يعني مثل ما سمعنا مع الاسف من كم يوم قصه السيده ميساء اللي انتحرت للاسف نتيجه الضغط والعنف اللي كانت عم تتعرض له من قبل الزوج والاهل، هي وصلت لهي المرحله. على مدار ساعه ونص من الوقت كان معنا اتصالات، في اشخاص شافوا انه هي من الممكن انه يكون عندها خيار افضل من الانتحار وهي ما لجأت له. مقابل كان عندها صديقات بالمدرسة صرحوا أنهن كمان كانوا عم يشوفوا الكدمات على وجهها، بس ما حدا يمكن أخذ قرار التدخل. كيف بنقدر نتدخل اليوم لنحمي بعضنا؟ وهل فعليا الأشخاص اللي بيوصلوا للانتحار هن كان عندهم خيار أفضل وما أخذوا؟ طبعا في المرة الثانية صراحة قضية يعني كثير مختلفة الشخص للمآت اللي بيعيشها في حياته. هذا القرار ما اجي بالنوم ليلي، اكيد كان نتيجه معاناه طويله. انا حابب اعمل مقدمه دائما البلاد اللي بتكون فيها حروب مثل ازمات على مستوى الانساني بتصير فيها زياده حالات الانتحار. حتما هاي القضايا لها علاقه بتبعات تبعات الحروب الاقتصاديه والنفسيه والى اخره. لكن احنا اذا اليوم بدنا نحكي قضيه هاي القضيه تحديدا أو قضية النساء اللي عم الانتحار في هذا الوقت، ناخذ نموذج هي الضغوط النفسية اللي عاشتها سببها المجتمع قبل ما يكون سببها الحالة اللي فيها. احنا تعودنا في مجتمعاتنا خصوصا مجتمعاتنا العربية المرأة تتحمل الضغوط أبعد حد وما بيتطبح، ما فيها تحكي إن هي عم بتعاني لأنه هذا عيب، لأنه هذا بيخلي الأسرة المحيطة فيها تتعرض للنقد من المجتمع. فتعودت المرأة تتحمل ضغوط عالية جدا بدون ما تصرح شو عم بتعيش، لأنه من الواجب أن تكون بنت أصل، وبنت الأصل بمفهومنا بمجتمعاتنا العربية لازم تتحمل كل الضغوط، حتى لو كان الزوج مسيء، لو كانوا بيت الأحمى مسيئين، لو كانت الظروف عم بتعرفها لا غير قادرين كبشرة حمراء، لكن ما بيصير تصرح لأنه هاي بها أذية للأخلاقيات العائلة، أو بدأت تتنزل من عائلتها، أو بدأت تعرض عائلتها للتساؤل أنه هي ما كانت منيحة، ما كانت بالقصد، ما كانت عم تحمل ظروف جودة، وما حدا عم بفكر بهاي التبعات النفسية كتير صعبة اللي عم بعيشها الطبيب. الحقيقة هي ما أكيد هذا القرار ما يجب له ليلي، من المفترض أنه نحن نكون عندنا كمية من الوعي في مجتمعاتنا لما نشوف حدا عم بيعاني هاي القضايا نتدخل. التدخل حتى لو كانت ردود الفعل كتير قاسية من الأشخاص عم نتدخل معهم لازم نتدخل، لازم نكون قريبين بالشكل الكافي. صديقاتها لما شافوها بهاي الحاله النفسيه السيئه كان لازم يتدخلوا، كان لازم يحاولوا يحكوا مع زوجها، كان لازم يحاولوا يحكوا معها، لانه لما الانسان بيكون في مجتمع وما عم تحس انه موجودين جنبك بيملك القدره على الوضوح اللي بداخله، لكن احنا تعودنا دائما نقمع هاي الاحاديث، ودائما كل المراه بدها تعبر عن ضغوط عايشه فيها هي، بيجي ناس مسكتها وتحمل بدون ما يحلوا مشكله اصلا يعني. فكيف بدنا نتحمل نحن قضيه عم نعاني من مشكله يوميه بدون ما نحلها؟
وصراحة الشيء الأكثر والأصعب من هيك المحيط المقرب جدا، هن الأهل هم والأب. طب أنتم كنتوا عم تروحوا أطفالكم تقولوا صغار بي 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 بكل ما تستطيعوا، كنتوا عم تعطوهم نور عيونكم، لما كنتوا تزوجوا صار عندهم حياتهم الخاصة، لا مفترض أنتم تتابعوهم، يكون في عندكم وعي كافي، الأم خاصة بنتك بشو عم بتحس بشو عم بتعاني، بتدخل مرة وتنتين وثلاثة وألف، هاي بنتي لازم تعرف شو عم بيصير معها، هاي بنتك لازم تعرف شو عم بيصير معها، ما تخليها تنهب منيح لحالها عم بتعاني من كل ما تعاني. وصراحة أكثر حدا حمل ارتدادات الحرب الدائرة في سوريا هم النساء، صاروا معيلات اقتصادية لبنتهم، صاروا بدي يتحملوا الضغوط النفسية اللي بيعانوها الرجل، بدو المرأة تشتغل وتعيل البيت وكمان بنفس الوقت بده يرجع يمارس عليها السلطة اللي كان متعود عليها يمارسها عليها، حتى إذا هي أظهرت نوع من التعب أو من إنه هي بتجي ترتاح في بيتها بعد مشوار يوم قاسي من العمل، مو من حقها، لازم تأدي واجباتها خارج المنزل وداخل المنزل، ويرجع يضل عايش بصورة السيد اللي هي لازم تأدي واجباتها ومحيطة لهن حتى أهلها، مو بس أهله بيضغطوا عليها إيه إنه لازم تتحملي، لازم تقدري نفسيته هو، لأنه هو لا متضايق من الرجل لأنه أنت عم تقعد على البيت، ما هو هاي كل الأمور بيراعوا فيها بس الطرف الآخر اللي هو الرجل، ما بيحاولوا يراعوا فيها ضغوطات الإنسان اللي عم بتعاني من هاي المعاناة. نحن كبشر إذا جيت تحملي حدا 200 كيلو ممكن يشيلهم، في حدا ثاني ما بيقدر يشيل 10 كيلو، هيك تركيب جسمه، وفي ناس نفسياتها ما بتتحمل أكثر من هيك، بتوصل لمرحلة بيصير هذا القرار وهي تنتحر وتترك كل شيء. طبعا هي هذا القرار اللي تركت فيه اولادها اللي هم الاغلى شيء بحياتها اكيد ما كان سهل، بس المجتمع كله ساهم بانه توصل لهم. تازي واضحة، يعني نحن كنا عم نحاول عم نسمعك ولكن بصعوبة بالغة بسبب في مشكلة بالصوت، خلينا نحاول انه نحن نرجع نتواصل معك باتصال لحتى نقدر نسمعك بشكل اوضح. تمام. صديقنا إبراهيم الإبراهيم عم يشاركنا على البث المباشر، عم يقول الحماية مسؤولية الدارسين والداعمين النفسيين والماديين، ليست مسؤولية الحكومات، لأنه الكلمة الطيبة بطريقة لبقة تدخل القلب أكثر من القانون المبعثر والصعب. أدي الكلمة فعليا هي إلى أثر. بدي أقول لك إبراهيم، أنت اليوم وقت اللي بتشوف شخص عم يعاني أو إنسان عم تعاني من ضغوطات نفسية بالحياة أو من ضغوطات من قبل الأهل أو الزوج، كيف بتحاول انك انت تدعم نفسيا؟ شو هو الكلام اللي هو فعلا من الممكن تقدم له الدعم من خلاله؟ شكرا كتير لك على هاي النقطة اللي حكيت عنها. صباح الخير كمان لوليد اللي عم يطرح نقطة كتير مهمة، عم يقول اذا كان جارك عم يتعرض للعنف شو بتعمله؟ اكيد يعني نحن سؤالنا كان موجه للرجال والنساء، في حال حدا عم يتعرض للعنف او سمعت وحدا عم يتعرض للعنف شو بتعملوا وكيف بتحاولوا تتدخلوا لحتى تحموهم وتحموا حياتهم ويكونوا بأمان. صباح الخير أيضا للأصدقاء اللي معنا على البث المباشر. صباح الخير لصباح، ناطرتك صباح حتى تشاركينا، هي معنا على السمع، يسعد أوقاتكم جميعا.
تحياتي لك استاذه واضحه عن جديد. بنعتذر ما كنا عم نقدر انه يكون صوت واضح بشكل جيد ومسموع للجميع. مثل ما يعني كنا عم نحكي قد ايه موضوع المسؤوليه المجتمعيه هو من الممكن انه يكون فعلا منقذ باحد يعني ببعض الاوقات. اليوم نحن وقت اللي بنشوف شخصيه مستنزفه او انسانه متعبه مرهقه من العنف اللي عم تتعرض له، شو هي الشغلات استاذه واضحه اللي فعليا نحن لازم نتنبه لها وقت اللي بنشوف المراه عم تذكرها او عم تتصرفها، نقول لا نحن هون لازم نتدخل ولازم نوقف جنبها ونخاف عليها بشكل حقيقي؟ صراحه في نقاط كتير مهمه نحن ممكن نلاحظها بالاشخاص اللي فعلا عم بفكروا بالانتحار بشكل طبيعي. ممكن انت تلاحظ تصرفات لهدول الاشخاص، تكرار كلمه انه نحن نتمنى نموت، يا ريتني ما كنت عايشه، يا ريت ميتي، او ممكن في الاقتناص يكرروا هدول الاشخاص كثير. يعني ساعة بتشوفيهم عم يضحكوا ساعة عم يبكوا، بتلاحظي انه هنن عندهم عزلة، دائما بيكونوا مو حابين يلتقوا بالناس بشكل كتير كبير، لانه هنن فعلا عندهم خلل نفسي صار بسبب الضغوطات اللي عم يعيشوها، بسبب حالة الظلم او التسلط او القهر النفسي اللي عم بيعانوها. فبيقعدوا هنن عم تسمعيني منيح نور؟ نحن عم نسمعك بشكل واضح. تسمعينا؟ تمام. ايوه تماما تمام. فهي الحالات نحن انا كثير هلا حاليا صراحه كون انا احتكاكي كثير كبير مع النساء كثير بلاحظ هاي القضيه، بس كون نحن مثلا نحن موجودين في بقعه معينه بنتابع هدول الاشخاص بنزورهم بنكون قريبين معهم بنحكي لهم انه نحن عندنا مآسي مشتركه، نحن كمان علينا ضغوطات كذا، بنخفف عنهم هاي الحاله وبنبعدهم عن هذا التفكير اللي ممكن يوصل في النهايه للانتحار. لكن هدول الاشخاص بكل سهوله نحن ممكن نلاحظ هاي القضايا عندهم. الانسان اللي بفكر دائما انه الموت اريح من الحياه وبكرر هاي الكلمات كثير، يعني ممكن انا اقتل نفسي. احيانا بكون نحن موجودين كاشخاص في جمعة معينة هو موجود معنا في العمل بتلاحظ انه هو موجود معنا ومو موجود بعيد، يعني في كثير في قضايا بنلاحظها على هدول الاشخاص غير الشغلات الجسدية اللي ممكن انت تلاحظ انه هو عنده حالة من الاضطراب الجسدي الموجود في حركات ايديه حركات وجهه، في كثير قضايا. ونحن مجتمعنا نرجع لنحن كيف ممكن نحن هدول الاشخاص حكاية انه نحن نكون بعيدين، هاي نحن عم نشارك في جريمة قتل حقيقية. نحن في البقعة الموجودين فيها كأشخاص نعتبر نفسنا فاعلين في المجتمع، لازم نأخذ هذا الدور، لازم نزور الأشخاص، لازم نتواصل معهم، لازم نزور أهلهم، لازم نزور ذويهم، لأن الظهور أنه هذول الأشخاص في عندهم مشكلة كبيرة كتير ممكن تتواصل معهم لأنهم يأخذوا قرار بإنهاء حياتهم. هاي القضية ممكن يكون نحن عم نشارك في جريمة القتل. دائما نحن بنحمل الأشخاص أنفسهم وما بنحمل نحن كمجتمع محيط فيهم دورنا ومسؤوليتنا. حكاية إن نحن نضل قريبين منهم ونتابعهم هاي كتير مهمة. مجرد إنه نشوف شخص عم بيعاني هاي الحالات اللي هي تكرار حكاية إنه أنا ممكن فكر إنهي حياتي، ما ترتاح، الكلمات اللي تكرر بشكل يومي، طبعا مو كررها مرة واحدة. حالته النفسية إنه هو ما بيحب يكون مع الناس بشكل كتير بحس دائما بتحس إنه ضعيف ومنكسر، شخصيته ملامحها ما واضحة بسبب اللي عم بيصير معه. طبعا فدائما نحن لازم مجرد نلاحظ هيك حالة يكون في عنا في كل مجتمع صراحة، لازم يكون في خليل صغير في كل مجتمع في كل بيئة في منطقة كل ما قد ما كان صغير تتابع، مثل ما في نحن عنا شرطة لازم تتابع الأمن وتشوف هدول الناس كيف مستقرين أمنيا، يكون في عنا هاي الخلية اللي هي مسؤولة عن استقرار الناس اجتماعيا، تكون في أشخاص هم مكلفين يرعوا هيك قضايا، لأنه في صراحة دائما خاصة في الأزمات وفي الحروب لازم يكون مثل ما نحن نقول لازم يكون عنا جهة قانونية تدفع الحقوق والقانون، لازم يكون عندنا جهة اجتماعية تدفع نفسيات الأشخاص اللي هم الحالة النفسية أكثر تأذيا في الحروب وخاصة بالنسبة للنساء. صحيح. في مأساة حقيقية عم بيعيشوها النساء. استاذة واضحة، يعني موضوع الكلمات اللي نحن اللي بنسمعها من الأشخاص اللي هن من الممكن تكون حياتهم في خطر واللي نحن كمان بنرددها بشكل أو بآخر، رح نحكي بتفصيل فيها أكثر، ولكن اسمحي لي ناخذ اتصال. يسعد أوقاتك يا صباح. صباح الخير. صباح الخيرات لإلك صباح، تفضلي شو حابة تقولي صباح؟ والله ما بعرف شو بدي اقول، الحكي كثير وما بيخلص بالنسبه لهيك امور. مع الاسف الشيء اللي عم نسمعه ونشوفه عن جد شيء بيقهر القلب عن جد، واصعب شيء انك ما تقدري تعملي شيء،
بس أنا إذا وقعت هيك تحت هذا الظرف أكيد رح ساعد. شو بيطلع بإيدي؟ رح أقدم أي مساعدة، لأنه مثل ما حكيت الكلمة إلى دور كبير. بس مع الأسف، معلش اسمحي لي نور، اعتبريني مجنونة. لا ما ما رح نعتبرك مجنونة. لا بس أنا لما بشوف إنه الأهل هن هيك يدهوروا حياة بنتهم ويشوفوا عم يتعذبوا وتنقهروا ما عم يعملوا لا شيء، هذا الشيء بقمة الكارثة وعن جد شيء بوجه. طب البنت إذا ما لأهلها رح يتحكيت، وهن أهلها كانوا سند لألمين، مع احترامي للمنظمات وللقانون. صحيح ما بيعملوا لأي برأيك شيء. مين برأيك مين لازم نحن، لازم مين يعني لمين نقول كونوا جنبنا وقت اللي نحن نكون تعبانين؟ فعلا دعمونا، يمكن الزوج ما يكون داعم بفترة ما والأهل ما يكونوا داعمين، لا نحن بحاجة مين منكون؟ ما هي لك شغلة نور، بهذا الوقت ما حدا عم يدعم حدا، كل واحد عم يكون داعم لحاله، وما بد ما فيني عم في داعمين لنا. أنا في رفيقة لألي وقفت جنبي بظرف ما، وأنا كمان وقفت جنب رفقاتي. زما كانت المرة هي قوية وقادرة تحمي حالها، ما رح تقدر لأنه لا قانون ولا منظمات بأغلب الأحيان. فخلينا نقول يعني اليوم نحن النساء عم تقدم هذا النوع من الدعم لبعض، ومثل ما ذكرتي أنت قدمتي الدعم لرفيقتك ورفيقتك بادلت هذا الشيء معك، فأكيد هذا الشيء موجود، ولكن لازم نتنبه. اليوم عم نحكي حتى نعرف من اليوم وطالع نتنبه على آثار العنف أو آثار النفسية اللي عم تكون عم تعاني منها النساء، لحتى نكون جنبهم بشكل أكبر وندعمهم. شكرا كثير لك صباح ولمشاركتك. شكرا لك صباح، تحياتي. بالعودة لك أستاذة وضحى، ذكرتي قبل شوي موضوع يعني الكلمات أو اللي ممكن نتنبه لها من الشخص اللي هو عم يعاني، ولكن بالمقابل نحن عنا الموروث الاجتماعي هو بيلعب بشكل أو بآخر دور كتير كبير. يعني نحن دائما منحمل النساء من خلال جمل يمكن نحن متعودين عليها كتير من أولى، هم البنات للممات، يعني اللي عند بنات همه ما بيخلص. كتير هاي الجمل وهي الثقافة موجودة، وحتى وقت اللي بتكون عم تتعرض لأذى منرفض نتدخل. يعني أنا من أول الحلقة عم كرر هذا المثل لأنه كتير متداول، يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بينوبك غير ريحتها، فما ما بيتدخلوا. قدي هاي الموروثات الاجتماعية فعلا هي بتلعب دور بأنه نحن نقلل من حمايتنا ودعمنا لبعض كنساء. صراحة هاي القضايا هي اللي وصلتنا لهون، هاي الأمثال وهاي هي مو أمثال، هي إجت عن تجارب حقيقية عم بيعيشوها البشر. يعني فنحن دائما حكاية إنه نحن لما عم تجي الأنثى على الحياة عم نعتبرها مشكلة في مجتمعاتنا، إنه هي إجت وجابت هم كبير ما رح ينتهي كل الحياة. طب الولد نفسه ما عم بيجيب لك هم؟ أنا أم لخمس بنات، تمام؟ أنا شخصيا مربي بناتي بطريقة إنه أنا سندكم في كل حياتكم. انتوا بشر مثلكم، مثل ممكن تخطئوا، ممكن تصيبوا، ممكن يكون عندكم تجربه فاشله، ممكن يكون عندكم تجربه ناجحه مثل الرجل ما بده يكون عنده. لكن الخوف اللي صار متعمق في قلوب النساء نتيجه هذا الحكي انه انتوا هم، انتوا مشكله، فممكن المراه توصل لمرحله تموت في بيتها بدون ما تحكي لاهلها شو عم بيصير معها، خوفا من انه هن يحملوها مسؤوليه، او خوفا من انه هي تحسسهم انه انا عم بضغط عليكم او انا عم شايلكم همي او كذا وكذا. هاي القضايا لو نحن بس نبلش نفهم صح، لما الاهل من هن عم بيزوجوا بنتهم بليله عرسها وعم بيبعتوها لبيت زوجها، يفهموها انه نحن معك، نحن موقف، نحن انت بنتنا، انت جزء منا، واليوم رحتي وخلص نحن خلصنا، بيصير معك مشاكل كثير في حياتك، نحن رح نكون جنبك، نحن رح نكون سندك، مو نحن رح نكون استقوة ضاغطة عليك مع المشاكل اللي انت عم بتعيشيها. والتربية الأولى في البيوت، تربية الأمهات لأبنائهم سواء كان الذكور أو الإناث، لما الشاب بيطلع من بيت شايف الأم فيه عايشة بطريقة محترمة وهي عم بتعلم انه هاي البني ادم اللي هي اختك هي بشر مثلك، عندها احاسيس وعندها مشاعر، عندها طاقه، عندها قدره للتحمل، بيتعلم في المستقبل يعامل زوجته بهاي الطريقه. احنا النساء مسؤولين عن هاي القضيه، حتى لو كان في اب يعني صعب، لو كان في اب تفكيره مو طبيعي تجاه المراه، الام هي اللي عم بتربي الولد، ممكن تزرع هاي القيم فيه وتاثر لو مره واثنين وثلاثه حتى فعلا تعمل تاثير حقيقي. كل شيء في الحياه ما بيأتي بقرار أو بكلام، بيأتي بالتجربة اللي بيكتسبوها الأشخاص من حياتهم الأولى في بيوتهم ومنازلهم.
القضايا اللي عم بتصير انه نحن بنزوج بنتنا كانه نحن شلناها وخلص، يعني شيء شلناها من خانه العائله، بدك تعرف حطيناها في بدايه بحر وروحي اسبحي لحالك. لا صحيح. نحن لازم نضل نرعاها، لازم نضل نكون معها، نحن لازم نضل ندعمها. اصلا هذول الاشخاص اللي عم يتمادوا في التسلط على نسائهم لو كان يعرفوا انه في متابعه اجتماعيه وفي ناس رح تحاسبهم على اخطائهم هم ما عاد، يعني هون عند هي النقطه تحديدا اسمحي لي اوقف معك استاذه واضحه. في كثير ناس يعني بيشاركونا او احيانا بيعبروا عن هذا الموضوع، بيقولوا انه هن وقت اللي قاموا وتدخلوا من الممكن باحد المرات عاد الموضوع عليهم بنتائج سلبيه. هل هون نحن لازم ناخذ خطوه يعني للوراء ونقول خلص يعني كل حدا هو قادر على حل اموره وما ندخل، او لا نحن يجب علينا الدعم ويعني والتدخل بمثل هاي الحالات؟ عزيزتي نحن مجتمع بشري، يعني نختلف، رب العالمين اكرمنا بانه نحن عندنا عواطف واحاسيس تجاه بعض. لما انا اليوم مجرد انه حدا ينزعج انه انا تدخلت وانا عم حاول انقذ حياه بني ادم عم بيعاني كثير وعم بيتعذب وعم بي وانه انسحب، هذا ضعف مني انا شخصيا، ضعف منا كاشخاص موجودين في المجتمع. لا، انا لازم اتدخل مره وثنتين وثلاث، وحتى لو تعرضت للشتيمه لا معلش انا بكون نفسيا وعم بعمل شيء رب العالمين رح يكافئني عليه والمجتمع رح يكافئني عليه لانه رح اعمل تغيير صح في المجتمع. لازم نحن كناس عم نشتغل في هذا في هاي المواضيع، او حتى في اشخاص بسيطين في مجتمعاتنا كانوا يلعبوا هذا الدور سابقا وكانوا يتدخلوا مره واثنين وثلاث. نحن بشر، لازم نكون سند لبعض، لازم نكون موجودين مع بعض. مجرد انه انا اليوم اتدخلت مع جارتي او مع جاري وقال انه خلص لا مع السلامه، لا بدي اتدخل وجيب ناس ثانيين معي يتدخلوا كمان. نحن هون في رح احكي لك تجربه. احدى السيدات قررت انها زوج بنتها لعائله، يعني هي شايفه انه هاي هذول الاشخاص بيناسبوها لها هي شخصيا، بس البنت شايفه انه هم مو مناسبين لها ولا باي شكل من الاشكال. حاولت تفهم امها مره واثنين وثلاث، لكن الام نتيجه انه هي عندها ظروف اقتصاديه صعبه كانت مصره تزوج هاي البنت، لحتى البنت من وجهه نظرها تعيش ظروف ماديه افضل من ظروفها، لكن البنت كانت عم تشوف انه هذول الاشخاص بس بيمتلكوا المال، ما عندهم معامله جيده للنساء من خلال هي تعرف اخواتهم يعني. صحيح. فالام اصرت، لكن نحن كجمعيه او كوهاج كنا بنعرف البنت، اضطرينا نتدخل مره وثنتين وثلاث وفشلنا الزواج. هي يعني فينا نقول نحن اليوم في عنا هذا الحراك المجتمعي النسوي موجود. او النسائي اللي من الممكن نحن في حال المرأة عم تتعرض للعنف او عم تتعرض لاي نوع من الضغوطات فينا تلجأ لجهة معينة وتقول انا عم اتعرض لهذا الامر؟ بالتأكيد يعني ممكن حتى في مجتمعاتنا المحلية، انا ما موجودة في سوريا بس يعني حتى في سوريا في جهات ممكن تحمي هذول الاشخاص، في ممكن توصل حتى لو وصلت صوت للأمم المتحدة للجهات الموجودة على الأرض وعم ترعى، في ناس ممكن تحميها، في ناس عم تشتغل على هذا الموضوع بشكل كبير، مو بس النساء لحتى ما أظلم مجتمع الرجال كله بشكل عام، في كتير رجال هنن عندهم إنسانية عالية وعم بدافعوا عن حقوق المرأة بهذا الخصوص وعم يعتبروا أنه المرأة السورية تحتاج الكثير من التكريم لأنه هي صارت العبء الأكبر من الأزمة في سوريا وصارت تشتغل خارج البيت وداخل البيت لحتى تضل محافظة على أسرتها لحتى تضل محافظة على هذا التماسك وتحمي مستقبل أولادها. ففي كثير حراك حتى من قبل الرجال لهي المواضيع أنه نحن فعلا نتيجة الحل صار في ضغوطات كثير كبيرة على النساء وصار كل حدا يتجاهل وما بده يتدخل ومعتبر أنه المرأة لازم تكون على حالة عم بتحارب كل الضغوطات اللي عم بتعيشها. لا، في رجال عم بيدافعوا عن هاي القضايا وفي نساء عم بيدافعوا وهن موجودين وعندهم استعداد يحموها باي طريقه كانت ويقدموا لها العون سواء كان اقتصاديا سواء كان نفسيا، ما يخلوها تكون لحالها. بس المشكله نحن المشكله تكمن في نقطه صغيره انه هاي المراه نفسها لانها تربت بطريقه انه لازم تتحمل 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 وما تبوح شو عندها، فالناس وصل يعني هدول الناس اللي نحن عم نحكي عنهم اللي بده يكونوا داعمين ما عم يوصلوا لها لانه هي تربت بطريقه لازم تضل تسكت. احنا لازم اول شغله نعملها انه نعلم بناتنا واولادنا سواء كان شباب ولا بنات ما يسكتوا على حقهم، ما يكونوا هم عباره عن اسفنجه تمتص غضب وتقلبات المزاج للشريك لحتى هو يعيش مرتاح. لا، نتعود نحن احنا في الحياه هي شراكه،
بتعطيني بعطيك، بتحترمني بحترمك، إلك واجب وإلك حقوق وإلي واجب وإلي حقوق. لما بنتربى بهاي الطريقة وبنشتغل على هذا الموضوع بشكل صح رح يكون عندنا مجتمع سليم. أما نضل حاطين هذا المثل لا تتدخل وما بينه كان التعب، لا، نحن خلقنا لنتعب لبعض، خلقنا لنغير بمنظومة مجتمعية سيئة كثير عم تظلم، في قسم من الرجال عم ينظلموا كمان من النساء والرجال، ولكن في مجتمعنا الظاهر أكثر للعيان هو ظلم المرأة. يعني في كثير نساء متسلطات على رجالهم، ومجرد أنهم يروحوا يشتغلوا 10 أيام ويجيبوا دخل لبيتهم بيصيروا بأنبر رجل ممكن يوصلوا لمرحلة كمان هو ينتحر. فيعني فعليا الدور المجتمعي هو يعني بيلعب دور كتير منيح. ختاما استاذي وضحى، يعني انا حابه اخذ منك اهم النصائح اليوم اللي بنقدر نقولها للنساء اللي عم تسمعنا وهي عم تتعرض للعنف، شو تعمل هي في حال ما كانت عم تتلقى الدعم سواء كان من زوجها او من اهلها، وللاسف في حال كانت هي عم تعيش التجربه المريره اللي عاشتها ميساء اللي خسرت حياتها، كيف تحمي حالها حتى ما توصل هي لمرحلة إنها تنتحر؟ أول خطوة هي ممكن إنها تعملها إنه هي ما تخجل من إنه تحكي ضغطة، ما تخجل إنه تحكي هي وضع اللي هي فيه. حياتها أغلى من إنها تهدرها مشان أي شخص، سواء كان زوج أو أب أو أخ أو ولد. لازم هي تحافظ على حياتها في الدرجة الأولى إنها تعبر عنها، عن 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 الشيء اللي عم بيصير معها. لما بتعلي صوتها وبتكمل صوتها فيه رح تساعد كتير نساء يملكوا الجرأة يعلوا صوتهم ويصيحوا بصوت عالي نحن هون ونحن عم ننظلم ونحن عم نعاني. أكيد رح يكون بهذا المجتمع المحيط فيها أشخاص جيدين مثل ما في أشخاص سيئين، ورح يكونوا جنبها ويساندوها. بس ما تضل هي دائما تسكت على حقها وتضغط على نفسها لدرجة أنه توصل حالها لهذا الخيار البشع أن هي تنهي حياتها. كل شيء لما بتعلي صوتها كثير. هل متاح أستاذي وضحى، يعني أنا هون بدي أسألك، هل هو متاح فعليا أنه هي تعلي صوتها، ولا هي من الممكن في بعض الحالات تكون حياتها بخطر أكبر؟ صراحة يعني نحن دائما المشكلة انه منبلش من هاي النقطة، انه انا بخاف بلش لانه انا ممكن هي بالنتيجتين ممكن توصل لهاي المرحلة. بس لكن في المرحلة الثانية في الخيار الثاني اللي هو تعلي صوتها هي عندها فرصة للنجاة. اما في الحال اللي هي عم بتضل تضغط على نفسها لتوصل للمرحلة اللي هي ممكن تنتحر، فهو خيار واحد امامها انه هو الموت وانهاء حياتها. اما الخيار الثاني بانها هي تعلي صوتها اكيد رح يكون عندها خيارين، خيار انه ممكن هي تنأذى والخيار الثاني ممكن تنجو. يعني هي برأيك انه من الممكن في حال انها هي علت الصوت يكون في نتائج إيجابية وما تنحط بهذا المكان؟ بالتأكيد عزيزتي، كل شيء في الحياة دائما نحن الأشياء اللي منخاف منها ومنضل عم نحاول انه نحن ما نظهرها للعلن وهي تأذينا نفسيا، تأذينا نفسيا لدرجة أنه نحن ممكن نخطر حياتنا. لكن لما أنا بعلي الصوت هو الخوف الأساسي في مجتمعاتنا من الأهل على فكرة، يعني مو من حدا تاني، من أهلك من محيطك الضيق، أنه أنا أبوي أو والدي عفوا أو والدتي أو عمي ناس المحيطين فينا رح يحملوني مسؤولية كتير كبيرة أنه أنت أسأت للعائلة، أنت طلعتينا بصورة اجتماعية غير لائقة. هذا الخوف من المحيط الضيق. أما الأشخاص الآخرين في المجتمع ما كتير بيعني لهم إذا هي على الصوت، فهي بالدرجة الأولى لازم تجي لعنده لهدول الأشخاص، أنا عبعاني كذا كذا، يا أما أنتم بتحلوا لي مشكلتي يا أما أنا ما رح أسكت. تمام؟ أكيد رح يكون في هاي العائلة شخص ولو شخص واحد يكون عنده إنسانية عالية يوقف جنبها. أما أنا ممكن أنه يقدم للدعم تماما، أما أنا هي تضل أخذ قرار أنه أنا أسكت على كل الضغوطات اللي عبعانيها على كل شيء عم يعيشه، لحتى بقى أنا طالعهم بالصورة السيئة، مهما ما أنهم فكرين فيني، مهما ما أنهم حاسين فيني، مهما في الأصل أخذوا قرار أنه أنا حدا مجرد أنه تزوجت أو طلعت عنه خلص أنه أنا تم انفصالي عن هاي العائلة بشكل كامل. مثل ما هم أخذوا هذا القرار وما رعوني نفسيا واجتماعيا، أنا لازم أخذ قراري الصح وحافظ على نفسي تحمي نفسي مشان أطفالي. صحيح. وعلي صوتي. لا يعني السكوت هو جريمة بحق نفسه، بحق أنفسنا، يعني قبل ما يعني نحن نكون جريمة بحق الآخرين. بدي أتشكرك أستاذي وضحى العثمان لوجودك معنا لليوم، وأعتذر منك على ضيق الوقت، يعني الوقت والمشكلة التقنية ما أسعفتنا بشكل كتير كبير. كل الشكر إليك ولحضورك معنا وللنصائح اللي شاركتينا فيها. يا أهلا وسهلا، أتمنى أنه أنا أختم بكلمة واحدة. تفضلي. دائما لما بتعلي صوتك بالحق رح توصل.
ان شاء الله يعني بنتمنى انه كل الاصوات اللي عم تتعرض او كل الاشخاص اللي عم يتعرضوا للظلم ولاي نوع من الانتهاكات انه هو فعلا ياخذ صدى صوتهم ويحققوا الشيء اللي بيتمنوا. كل الشكر لك استاذه واضحه ولحضورك معنا اليوم. شكرا لكم. يا اهلا وسهلا فيكم. تحياتي. يا رب تكون ايامنا القادمه هي اجمل يا رب ان شاء الله. تحياتي لك. تحياتنا لكل الأصدقاء اللي شاركونا على مدار ساعتين من الوقت. شكرا لكل مين اتصل وشاركنا. وأنا كمان بدي أختم بكلمة أبو أيمن اللي عم يشاركنا فيها على البث المباشر. عم يقول بدي أقول كلمة أخيرة بنهاية الحلقة للأصدقاء: حبوا بعض وإن اختلفتوا بالرأي. كل الحب والسلام للجميع وإن شاء الله دائما الكل بيبقى بألف خير. تحياتي لألكم وبوداكم على أمل لقاء فيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة بانتقادها. انتي ادهى.